انت حد سامعني؟ سامع حضرتك يا باشمهندس؟ تمام، احنا ايوه ممكن الصوت واضح، سامعني؟ لحظة كده. طيب تمام، الصوت تمام كده، الناس سامعاني؟ تمام، الصوت واضح. ايه مش واضح. تمام، ممكن نبدأ عشان الصفا. حضرتك يا باشمهندس عمر، بس النت عندي بس فصل تقريبا او في مشكلة. تمام، مفيش مشكلة. تمام، مع حضرتك. انا تمام كده، لو حابين كده نبدأ. اتفضل، الشاشة موجودة اهيت. تمام، تمام، الصوت تمام كده. هو صوت تمام، بس لو ينفع تعلي صوت بس سنة صغيرة. طب لحظة كده. تمام كده يا باشمهندس، سامعني كويس؟ تمام، سامع حضرتك. تمام، اتفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنبدا كده مع بعض النهارده، نتكلم عن المحاضره بتاعه الانتر اوبرابيلتي. المحاضره دي يعني هتتقسم لجزئين كده، جزء هنشرح فيه يعني ايه انتر اوبرابيلتي، الاي اف سي، القصه ديت، وان شاء الله وهنوقف مثلا 5 دقائق كده، ما اعرفش اذا كان ده مسموح بيه ولا لا. يعني نوقف نشوف الأسئلة، وبعدين ناخد جزء تطبيقي كده، اللي هو نبدأ بقى نفتح مع بعض فايل اي اف سي كده سيمبل، ونشوف ازاي الاي اف سي ده بيتكون من ايه، اهميته ايه، هل الفترة اللي جاية فعلا هيتم زيادة الاعتماد على فايلات الاي اف سي، ولا الموضوع ده مجرد حاجة كده موجودة وخلاص. فإن شاء الله ده اللي احنا هنبدأ نغطيه مع بعض خلال السيشن دي. طيب، خلينا نبدأ كده مع بعض بمصطلح البيم اتوجد عشانه. البيم زي ما قلنا قبل كده، هو مش فكره ان انت بتتعامل مع 3 دي موديل خالص، لان لو قلنا الموضوع مجرد 3 دي موديلنج فالجيمز كانت مسابقاك بمراحل. الفكره كلها بتكمن في الربط ما بين الموديل وما بين الانفورميشن، او الموديل وما بين الداتا. مع زيادة تعقيد المشاريع، وبقى المشاريع فيها بقى سوفت ويرز كتير، بقى في اشخاص كتير بتشتغل، شركات بتشتغل، بلاد، ممكن في مشاريع بقى فيها اكتر من دوله بتشتغل فيها، ستاندردز مختلفه و بريجوليشنز مختلفه. فبقى هنا في مشكله في المس كوميونيكيشن، اللي هو احنا عايزين، احنا شغالين بسيستمز مختلفه، احنا شغالين بطرق مختلفه، في الاخر احنا عايزين نقدر اننا نكلم بعض، والسيستمز بتاعتنا تكون متوافقه مع بعضها عشان خاطر تقدر ان هي تكلم بعض. فهو ده المصطلح بشكل عام، اللي هو اسمه انتر اوبيرابيلتي او التوافقيه. فده اول حاجه تعرفها كده. بيلدينج سمارت اللي احنا بنسميها كده الهوم اوف بيم، او الناس اللي حطوا الستاندرد بتاع البيلدينج انفورميشن موديلنج، كل كلامهم، كل الارتكلز اللي بتنزل، ان البيم فكرته الاساسيه كلها هو جاي فور ان هو جاي يعمل انهانسمنت للانتر اوبرابيلتي، يحسن الانتر اوبرابيلتي في البروجكتس اللي احنا بنشتغل عليها. طيب، الكونسبت الانتر بتاع الانتر اوبرابيلتي هو بمنتهى البساطه بيتارجت الانتجريتي سوفت وير بروسيس والستاندرد الموجوده في الكونستراكشن اندستري. بمعنى النهارده لو انا بنشتغل مثلا، لو خدنا اكزامبل على السوفت وير، انا بشتغل على ريفيت، حد تاني بيشتغل على سوفت وير تاني زي مثلا الساب، حد بيشتغل على سوفت وير تالت، في الاخر السوفت ويرز دي مختلفه. وطالما السوفت ويرز دي مختلفه، وبالتالي الداتا اللي السوفت ويرز دي بتقرا البيانات منها برضو بتكون مختلفه.
يعني مثلا خليني اديك مثال بسيط جدا. احنا النهارده لو جينا عملنا برنامج سي بالسي شارب، ورحنا عملنا برنامج تاني بالجافا، اي برنامج في الدنيا بيكون ليه انبوت وبيحصل بروسيسنج وبتطلع الاوتبوت. فانا التو سوفت ويرز دول ما يقدروش ان هم يكلموا بعضهم. ليه؟ ده معمول بلغه وبسيستم، وده معمول بلغه وبسيستم تاني خالص. طيب ازاي يقدروا يكلموا بعضهم؟ يقدروا يكلموا بعضهم عن طريق اننا نبعت داتا، يعني مثلا البرنامج الاولاني بتاعنا يخرج الداتا الموجوده جواه بشكل معين اللي هو مثلا معمول بالسي شارب، والبرنامج اللي هو التاني اللي هو معمول بالجافا يقدر يقرا برضه من يقرا الداتا ديت، وبتبقى الداتا دي اغلبها كلها فايلز، بتبقى في شكل فايلز. عشان كده الانجنييرنج سوفت ويرز كلها بتعتمد على فكره الفايل داتابيز. يعني معظم الانجنييرنج سوفت وير هو عباره عن فايل، مثلا دي دبليو جي، فايل اي اف سي، فايل ار في تي، فايل ار اف اي، دي بتبقى اسمها فايل داتابيز، مكتوبه بطريقه معينه وبستراكشر معين وبسكيما معينه عشان خاطر السوفت ويرز دي تقدر ان هي تقراها. ففكره الانتر اوبرابيلتي ان احنا عايزين نقول منها من خلالها، يعني لو انا بعمل انتر اوبرابيلتي على مستوى السوفت وير كمثال، ان السوفت ويرز دي تقدر ان هي تكلم بعضها. يعني ايه تقدر ان هي تكلم بعضها؟ يعني تقدر ان هي اكستشينج الداتا بينها وما بين بعضها. هو ده كده المقصود بفكره الانتر اوبرابيلتي. لكن الانتر اوبرابيلتي مش فقط على مستوى السوفت وير، ده كمان على مستوى البروسيس زي ما هنشوف كده، وبيكون كمان على مستوى الستاندرد اللي احنا بنشتغل بيها في البروجكتس. طيب الكومبلكسيتي بتاعت المشاريع، يعني المشاريع بتكتر، بيبقى فيه ستيك هولدرز اكتر، وبالتالي هنا فكره الانتر اوبرابيلتي بقت حاجه مهمه جدا، ان انا لازم اضمن ان الناس كلها عارفه تكلم بعضها، الناس كلها قادره ان هي تنقل الداتا بينها وما بين بعضها. فمن هنا جت بتيجي فكره الليفلز اوف بيم، بقى بنتكلم هنا على ازاي نبدا ان احنا البيم ليفلز بتاعتنا تتطور، لغايه النهارده ما بيلدينج سمارت بتتكلم في حاجه اسمها الاوبن بيم او البيم ليفل 3. طيب البيم ليفلز طبعا حاجه اعتقد بيم اريبيا من يعني مغطياها في المقالات كلها اللي كانت بتنزلها وبالفيديوهات، فتقريبا الناس كلها عارفه الفكره الرئيسيه بتاعه البيم ليفلز، زي ان احنا بنتكلم مثلا ان انت كان عندك بيم ليفل 0، بيم ليفل 1، بيم ليفل 2، دي الليفلز بتاعه البيم. كل مرحله من المراحل دي في تطور بيحصل، يعني مثلا المرحله الاولانيه قال لك والله انت كنت واقف في مرحله الكاد مثلا، وبعد كده وصلت لل 2 دي وال 3 دي، وبعدين بقى عندك نظام البيم، بقى عندك في سيستم موجود او ان انت تشتغل على الكولابوريشن. ولكن في البيم ليفل 2 قال لك ان الكولابوريشن على سيرفرز معينه دي مش حاجه مانداتوري، بعكس لو بنتكلم في البيم ليفل 3 او بنتكلم على الاوبن بيم برنسبل، لا لازم تبقى الداتا كلها موجوده بشكل شيرد. ففكره البيم ليفلز الناس كلها عارفاها من اول بيم ليفل 0 لغايه بيم ليفل 2. طب دلوقتي بيلدينج سمارت بتتكلم في ايه بقى؟ وهو ده موضوع المحاضره. بيلدينج سمارت بتتكلم في البيم ليفل 3. بيلدينج سمارت بتقول ان احنا في البيم ليفل 3 ده احنا عايزين نحقق فول كولابوريشن. يعني ايه؟ يعني احنا عايزين نحقق انتر اوبرابيلتي على كل المستويات، مش بس على مستوى السوفت وير. وبيلدينج سمارت قالت ان احنا هنقدر نعمل ده وهنقدر نحقق ده من خلال 5 برينسيبلز، يعني من خلال 5 principles هم دول اللي احنا هنبدا نشتغل عليهم. واحنا بنقول ده الجايد بتاعنا، الشركات اللي بتشتغل في المشروع تلتزم بيه هتقدر ان هي تحقق الفول كولابوريشن. طيب ايه هم ال 5 ستاندرد اللي بيلدينج سمارت بتتكلم عليهم؟ ال 5 ستاندرد اللي بيلدينج سمارت بتتكلم عليهم قالت لك اول حاجه خالص احنا بنتكلم على الاندستريال فاونديشن كلاسز او الاي اف سي. الاي اف سي اكيد لو اتعاملنا مع بيم سوفت وير شفناه، الاي اف سي هو فكرته كلها، هو هنا جاي يحقق ايه؟ هو جاي يحقق انتر اوبرابيلتي، بس جاي يحقق الانتر اوبرابيلتي بتاعته على مستوى السوفت وير. فبالتالي الفايل بتاع الاي اف سي ده بنعتبره كده داتا ترانسفير، ان هو دوره ان هو بيترانسبورت الداتا بين السيستمز المختلفه. فسي مثلا النهارده انا عندي 10 ابلكيشنز، عندي 10 ابلكيشن، انا كمصنع للابلكيشن دي زي مثلا اوتوديسك وزي مثلا سي اس اي، احنا كمصنعين اتفقنا ان الاي اف سي ده دي السكيما اللي احنا هنشتغل عليها، واللي السوفت ويرز بتاعتنا والبرامج بتاعتنا هنبرمجها ان هي تقرا السكيما بتاعه الاي اف سي. طيب ايه هي السكيما؟ هنتكلم عنها ونشوف، ولكن خلينا كده اقول لك هي الاستراكشرال بتاع الداتا. السكيما المقصود بيها هو الاستراكشر بتاع البيانات. يعني خلينا اديك مثال بسيط جدا، النهارده لو انا بتعامل معاك من خلال اكسل شيت، الاكسل شيت ده انا بقول لك في ايه؟ بقول لك والله الاكسل شيت ده في مثلا بيتعامل مع الموظفين، فعنده الاي دي بتاع الموظف وعنده الاسم بتاع الموظف اللي هو مثلا خلينا نقول اي دي فيرست نيم لاست نيم. التقسيمه او الاستراكشر ده كده نقدر نقول عليه اللي هو السكيما بتاعه الداتا. فبالتالي انا بقول ان كل السوفت ويرز بتاعتنا متبرمجه ان هي يجي لها فايل اكسل،
فايل اكسل دوت فيه والله الاي دي الفيرست نيم اللاست نيم بس. طيب لو انا رحت جبت لها فايل اكسل بس مش بالسكيما دي، يعني مثلا عكستهم قلت والله الاي دي اللاست نيم الفيرست نيم، هيجي الابلكيشن يقرا؟ لا الابلكيشن مش هيقدر يقرا الداتا الموجوده جوه الفايل. فالاي اف سي فكرته هو بيحقق انتر اوبيرابيلتي على مستوى السوفت وير. وان شاء الله في الجزء الثاني من المحاضره النهارده هنبدا اننا نشوف نفتح كده فايل اي اف سي ونشوف ازاي هو بيكونتين الداتا جواه بشكل ستراكتشرد وبشكل منظم، عشان خاطر انت تفهم ازاي لما بتصدر فايل اي اف سي من الريفت الايتابس بيقراه. طيب انا افهم حاجه زي كده ليه؟ تفهم حاجه زي كده لان الناس اللي شغاله، تفهم حاجه زي كده لان الناس اللي بتشتغل بتقابلها مشاكل في عمليه التصدير، يعني معظم اللي اتعامل مع فايلات الاي اف سي قابلته مشاكل. لو انت بتقدر تفهم المشاكل ديت وبيكون معاك طبعا لغه برمجه زي السي شارب وزي ما هنوضح النهارده وهنشوف لايف ديمو كده، تقدر انك انت تحل المشاكل الموجوده ديت. فبمنتهى البساطه تقدر انك انت تحل المشكله اللي موجوده عندك لو انت بتصدر حاجه وحاجه مش مظبوط وحاجه ما اتنقلتش معاك بشكل مظبوط. فاول حاجه قال ان انت تقدر تحقق ده من خلال الاي اف سي او الاندستريال فاونديشن كلاس، تحقيق انتر اوبيرابيلتي على مستوى السوفت وير عن طريق نقل الداتا. الحاجه الثانيه اتكلموا فيها حاجه اسمها الانفورميشن ديليفري مانوال، اتكلم عنها بالتفصيل، ولكن الفكره بتاعه الانفورميشن ديليفري مانوال ان هو بيقول لك انا بعمل ديسكريبشن للبروسيس. هنشتغل في مشروع فالبروسيس اللي احنا بنشتغل عليها هنبدا اننا نوصفها. طب الكلام ده موجود فين او التوصيفات دي موجوده فين؟ اسيب لك ان شاء الله اللينكات بتاع الكلام ده، ولكن هي الايزو هو اللي بيوصف الكلام ده. فالانفورميشن ديليفري مانوال او الاي دي ام الفكره بتاعته كلها ان هو بيبدا يوصف البروسيس. طيب ده يعمل لي ايه؟ ده يعمل لي انتر او توافقيه على مستوى البروسيس، بمعنى لو احنا اكتر من مكتب او لو احنا اكتر من شركه في بلاد مختلفه وشغالين فهنمشي على بروسيس واحده بستاندرد واحده. فهي دي المقصوده بالانفورميشن ديليفري مانوال، فبرضه محطوط ليها ستاندرد بيقول لك لو انت اتبعت الستاندرد ديت هيبقى انت كده بتحقق الانتر اوبيرابيلتي على مستوى البروسيس. الجزء الثالث الكلام ده برضه هنتكلم عنه بالتفصيل بس احنا بندردش كده فيه دلوقتي. الموديل فيو ديفينيشن او الام في دي بمنتهى البساطه اللي في الدنيا هو عباره عن داتا بتوصف داتا. هنشوف ازاي الكلام ده احنا او بيتعمل ازاي. اللي مره جرب صدر عمود مثلا من الساب او صدر موديل من الساب بيلاقيه بيقول لك انت عايز تصدر اني فيو، الاركتكتشر فيو ولا الاستراكشر فيو. ولو انت جيت تجرب تصدر من ريفيت بيديك اوبشنز في التصدير، تصدير فايل اي اف سي نفسه. طب ليه الكلام ده؟ ما هو ده اللي معتمد على الام في دي او على الموديل فيو ديفينيشن. النقطه الرابعه اللي هي بدات تتكلم معاك في فكره البيم كولابوريشن فورمات. البيم كولابوريشن فورمات هي لما بتيجي نشتغل في المشاريع وبيكون في ايشوز بيكون في مشاكل، هو بيقول لك دي ستاندرد وسكيما خاصه بان انا ازاي اعمل دوكيمنت للايشوز. يعني ان انا اوصف لك مشكله ده في حد ذاته ليه سكيما. كل الحاجات دي وكل الكلام ده الهدف الرئيسي والاساسي منه ان هو انت توصل تحقق فول كولابوريشن، الناس تعرف تتعاون مع بعضها. طيب اخر حاجه خالص بدا يتكلموا في المبدا حاجه اسمها الانترناشنال فريم ورك فور ديكشنري او الاي اف دي. الفكره من الانترناشنال فريم ورك فور ديكشنري اللي هو انت النهارده السوفت وير قال لك اللغه ممكن تشكل عائق في موضوع الانتر اوبيرابيلتي، فاحنا هنبدا نعمل ديكشنري. الديكشنري ده اسمه بي اس بيلدينج سمارت داتا ديكشنري البي اس دي دي. الهدف من الديكشنري ده ان هو يحقق انتر اوبيرابيلتي على مستوى اللغه، ان انت نعرف الاليمنتس بتاعتنا باي ديز معينه ونشتغل على اللغه، ان يكون في توافقيه على مستوى اللغه. طيب الحاجه الاولانيه بقى تعالى نتكلم عنها بالتفصيل اللي هو الاي اف سي او الاندستريال فاونديشن كلاسز. الاندستريال فاونديشن كلاس هي سكيما حطيتها بيلدينج سمارت وقالت للشركات الهندسيه هتبداوا تمشوا، للشركات المصنعه للسوفت وير هتبداوا تمشوا على السكيما دي. فبقى كل شركه من الشركات المصنعه للسوفت وير بتروح تشوف ايه السكيما بتاعه الاي اف سي وتبدا ان هي تبرمج السوفت وير بتاعها ان هو يقرا الاي اف سي، يقرا الداتا من فايل الاي اف سي. وبالتالي فكره ان انت ممكن تعمل اي حد بكره الصبح يقول لك انا هعمل سكيما خاصه بي انا والبرامج تقراها عمرها ما هتحصل. لا، البرامج بتقرا سكيما خاصه بيها، البرامج بتقرا سكيما محدده خاصه بيها. مين اللي حاطط السكيما دي؟ اللي حاطط السكيما دي بيلدينج سمارت. ويعني بالمناسبه ان بيلدينج سمارت كل فتره بتدعو للناس ان هي تبدا تخش وتشير في التطوير بتاع السكيما دي. فيبقى انا بحط لك الداتا في شكل سكيما. طب ايه الهدف من ان انا احط الداتا بتاعتي في شكل سكيما؟ الهدف من اننا نحط الداتا في شكل سكيما ان السكيما دي ثابته، كل المصنعين بيمشوا ورا السكيما دي عشان خاطر يحققوا مبدا الداتا شيرنج. انا عايز اشير داتا بين سوفت ويرز مختلفين.
فالنهارده انا مثلا لو انا شركه زي الساب مش مطلوب مني ان انا اروح ابرمج كل الاكستنشن او كل السكيمز الثانيه. يعني انا مثلا كساب عايز بقى اخد مثلا مره فايل من استاد، عايز اخد فايل من ريفيت، عايز اخد فايل من اي سوفت وير ثاني، ايه اللي يحصل؟ والله هروح ابرمج بقى البرنامج بتاعي انه يعرف يقرا الانواع دي من الفايلات. طيب لو دلوقتي في حاجه واحده شيرد الناس كلها شغاله عليها والناس كلها بتبرمج عليها، يبقى هو فايل واحد اللي هو فايل بتاع الاي اف سي. فالاي اف سي زي ما قلنا كده سكيما هدفها ايه؟ هدفها ان انا اخزن فيها الداتا بتاعه الموديل. ايه بقى الداتا بتاعه الموديل دي؟ عادي بقى ممكن بقى تكون داتا بتوصف الجيومتري، داتا بتوصف السكيدول، داتا بتوصف اي حاجه. في الاخر فايل الاي اف سي وانت بتصدره انت بتصدر الداتا بتاعه الموديل اللي وقتها يقدر اي سوفت وير تاني يشوف السكيما يقرا منها الداتا. هو ده اللي بيحصل. الموضوع بتاع الاي اف سي ده يعني اهميته بدات تزيد بشكل كبير مع الويب. الويب عشان نبقى عارفين بيتعامل بشكل التكست بشكل كبير. يعني لو انت عندك لاين سايد وسيرفر سايد وعايز تنقل بينهم الداتا بتنقلها بشكل تكست. الاي اف سي هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن تكست، هو عباره عن فايل، فايل عادي جدا تكست ممكن تفتحه على النوت باد وتتفرج عليه، فهو فايل. طب مكتوب بايه؟ مكتوب بسكيما. طب السكيما دي ليها لغه؟ السكيما دي ليها لغه، هنبقى نشوف اللغه بتاعه السكيما دي دلوقتي. لكن زي ما قلت تاني النقطه الاساسيه اللي بناكد عليها هو سكيما هدفها ان هي تشيل الداتا. طيب الاي اف سي زي ما قلنا هو بيساعدنا اننا الاكستشينج بتاع الانفورميشن. انا عندي موديل ريفيت النهارده، والله انا عايز اخد الداتا بقى بتاعه موديل الريفيت ديت وهانتجريت مع فاسيلتي مانجمنت سيستم. طيب انا دلوقتي عشان الفاسيلتي مانجمنت سيستم ده عباره عن سيستم وليه شغله وليه الطريقه اللي بيقرا بيها الداتا، والريفت نفس الكلام. طب الاثنين هيكلموا بعض ازاي؟ الاثنين يفهموا بعض ازاي؟ ازاي يكون في انتر اوبرابيلتي بين السوفت ويرز ديت؟ قال لك الانتر اوبرابيلتي يتحقق عن طريق الاي اف سي. فانا اقدر شركه هو يقرا الداتا من الاي اف سي سكيما اللي هو وقتها انت مثلا ممكن تصدرها من الريفت، وبالتالي تبدا انت تحقق الاكستشينج ما بين الاكستشينج بتاع الانفورميشن ما بين السوفت وير. الاي اف سي هو بيتكود، هو فايل بس بيتكود بلغات. طب ايه اللغات اللي انا ممكن اعمل ان انا يعني اوضح بيها السكيما بتاعت الاي اف سي؟ اشهرهم حاجه اسمها الاكس ام ال. الاكس ام ال لغه مشهوره جدا، وهي اصلا لغه هدفها ان هي معموله عشان خاطر تعمل عمليه ترانسفير بتوين الداتا، مش بس في المجال بتاع البيم والاي اف سي. الناس اللي شغاله ويب هتلاقيه بيتعامل مع الاي اف سي، بيتعامل انا اسف مع الاكس ام ال. ناس شغالين بيعملوا ابلكيشنز بعيدا عن مجال البيم والانجينيرنج بيتعامل مع الاكس ام ال. الاكس ام ال بمنتهى البساطه هي عباره عن لغه متصممه بحيث ان هي تبقى ريدبل، يعني انت كانسان لما تشوف الاكس ام ال تعرف تقراه، وفي نفس الوقت الاستراكشر الموجوده بيه بيخلي كمان السوفت ويرز تعرف ان هي تخرج منه الداتا اللي هي عايزاها. فدي اول حاجه اللي هي الاكس ام ال. فيبقى السكيما بتاعت اللايف سي اول حاجه بتتكتب بيها اللي هو الاكس ام ال. تاني حاجه اسمها الستيب. الستيب بلغه برمجه، الستيب بلغه برضه هي مش لغه برمجه، هي لغه توصيف برضه زي الاكس ام ال. فدي لغه ثانيه اسمها الستيب بتقدر انك انت تكتب بيها السكيما بتاعت اللايف سي. الجيسون برضه دي عباره برضه عن حاجه كده لها علاقه بالجافا سكريبت لو انت شغال على الويب. في برضه سكيما تانية انك انت تقدر تشتغل على الاي اف سي من خلال السيكوال، حاجه اسمها سيكوال. ولو بنتكلم على فايلات ممكن اننا يبقى لو بتكلم على الاي اف سي بتكلم على حاجه اسمها سيكوال. في الاخر كل الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن داتابيز. طيب ايه نوع الداتابيز ده؟ فايل داتابيز. زي ايه؟ زي دي دبليو جي فايل داتابيز. يعني انت النهارده لما بتخلص شغلك على الكاد وبتسيف في فايل دي دبليو جي يبقى انت بتسيف ايه؟ ده الفايل ده هو الداتابيز بتاع البروجكت بتاعك. لما بتسيف في فايل ار في تي فالفايل ده هو الداتابيز بتاع البروجكت بتاعك. فيبقى انت تبقى عارف ان الفايلات اللي انت بتشوفها موجوده عندك وبتسيفها دي داتابيز. لما بتقوم برنامج زي الريفيت وبتروح تقول له روح اقرا من الار اف تي، من الفايل بتاع الار في تي بيروح يقرا الداتا الموجوده. لكن ايه بقى السكيما بتاعت الفايل بتاع الار في تي؟ ما حدش عارف ده هي اللي عاملاها شركه اوتوديسك، فانت ما تبقاش عارف. لكن الاي اف سي سهل جدا انك انت تفتح الفايل ده وتشوف الداتا اللي موجوده جواه. طيب ايه بقى فكره السكيما؟ اول حاجه قبل ما اكلمك عن فكره السكيما تعالى اكلمك على فكره الانتيتي. بمنتهى البساطه اللي في الدنيا لما نيجي اقول لك انا بتكلم على كولون، الكولون ده ليه مثلا ابعاد، ممكن يكون ليه ماتيريال، ليه حديد تسليح. فانا بقول ان الكولوم ده بتعرفه كانه انتيتي او اوبجكت. فلو انا باجي اتعامل مع اليمنت في البيم فاي اليمنت في البيم هو عباره عن انتيتي ليه شويه داتا خاصه بيه، بس ده كده المقصود بيه الانتيتي.
دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان انت لما بتيجي تعرف سكيما او انت بتقول والله انا هعمل السكيما الخاصه بيا، انت هنا عايز تقول هو الانتيتيز ديت هنكتب الداتا بتاعتها ازاي. يعني مثلا لو انا عايز اعمل سكيما للانتيتي اللي هو الكولم مثلا، طيب ايه بقى الداتا اللي هتبقى اللي المفروض اللي السكيما دي تشيلها؟ فوالله ممكن اقول الويتس بتاعه ده كده انا بعمل سكيما، انا ما حطيتش داتا، انا لسه بعمل السكيما اللي هي هتشيل الداتا. فبقول والله ان الكولم ده والله فيه شويه داتا، ايه الداتا بتاعته؟ اول حاجه مثلا ان هو ليه مثلا ويتس. طب انا بوصف الداتا، انا لسه ما شلتش جواه داتا، ادي ليه ويتس. طب ليه ايه تاني؟ والله ممكن ليه لينس. طب ليه ايه تاني؟ ليه ارتفاع. طب ليه ايه تاني؟ ليه ماتيريال. طب ايه تاني ممكن نحطها في السكيما؟ طب والله لو انا عايز اجيب الكوانتيتي احسب الكوانتيتي بتاعته. فده كده احنا بنسميه ايه؟ ده كده انا بسميه سكيما. ايه السكيما؟ انا ببدا اوصف الداتا اللي هتبقى موجوده عند الانتيتي. فبالتالي لو انا مثلا عندي فايل اي سي انا شغال عليه وبقول ان انا بتعامل مع سلاب، بتعامل مع كولم، بتعامل مع بيم، فده بالنسبه لي تعتبر ايه؟ تعتبر انتيتي. الانتيتي ديت فيها شويه توصيف لداتا هتشيلها بعد كده. فيبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لواحد ادي الانتيتي بتاعت الكولم اهي، هيعمل ايه؟ هيقول اه الكولم ده لازم يكون ليه ويتس، ولازم يكون ليه لينس، ولازم يكون ليه هايت. ده كده اسمه ايه؟ السكيما. كده في السكيما انا عملت ايه؟ كده في السكيما انا وصفت الداتا اللي هتبقى موجوده. هو ده المقصود بكلمه سكيما. فالاي اف سي لما هنيجي نفتح الفايل بتاع الاكس ام ال كده، سواء بقى بالاكس ام ال او ستيب، هتلاقي سكيما، هتلاقي السكيما موجوده وشايله الداتا بتاعتها. بس هل شايله الداتا بشكل عشوائي؟ لا، ده شايله الداتا بشكل منظم وبطريقه منظمه طبقا للسكيما بتاعه الايه؟ بتاعه الاي اف سي. يبقى هو ده كده المقصود بالاي اف سي سكيما، اللي هو الداتا اللي انت بتكونتين الداتا الموجوده جوه الانتيتي بتاعتك، انت بتوصف بقى الداتا دي بقى تبقى عباره عن ايه؟ هيشيل داتا من نوع ايه؟ وهكذا. فده هو المقصود بالاي اف سي سكيما. هيبان ده اكتر لما نبدا نفتح كده مع بعض فايل اي اف سي ونبدا نكستراكت منه الداتا. الحاجه الثانيه حاجه اسمها الاي دي ام، الانفورميشن ديليفري مانوال. الانفورميشن ديليفري مانوال زي ما بنقول كده هي فكره ستاندرايزنج للبروسيس اللي بتتم والدوكيومنتيشن اللي بتكون موجوده على المشروع. الاي دي ام هي عباره يقول لك والله انت احنا النهارده موجودين فين؟ احنا النهارده والله في الفيز مثلا بتاعه الديزاين. طب الفيز بتاعه الديزاين دي في مجموعه من البروسيس هنمشي عليها. البروسيس دي ايه؟ ستاندرد. فكل الشركات اللي بتشارك معانا في البروجكت ده هتمشي على الستاندرد دي. طب نلاقي الستاندرد دي فين؟ في الايزو. هسيب لكم ان شاء الله في اللينك بتاع الجروب اللينكات والمصادر، اللي لو حد عايز يبص على الانفورميشن ديليفري مانوال والستاندرد بتاع البروسيس. هي بمنتهى ببساطه خطوات بتمشي عليها لما تيجي تفتح بروسيس جديده جوه البيم بروجكت بتاعك. طب هدف القصه دي ايه؟ هدف القصه دي ان هو يوحد البروسيس اللي الناس تمشي عليها. يعني انا النهارده كشركه، انا كمكتب شغال في مصر، ممكن ابقى ماشي البروسيس بتاعتي بطريقه معينه، وفي شركه في امريكا مثلا ماشيه البروسيس بتاعتها في نفس الفيس بطريقه معينه. فهو بيقول لك لا، من خلال انفورميشن ديليفري مانوال ان احنا كلنا بنمشي في البروسيس بالخطوات بتاعتها، اللي هي الخطوات الموجوده فين؟ الخطوات الموجوده بالايزو. لكن السؤال، هل الكلام ده ملزم؟ لا، الكلام ده مش ملزم لا للشركات ولا ملزم لاي حد. هو بيقول لك الحاجات ديت او الستاندرد ديت انت لما تمشي بيها هتحسن من الانتر اوبرابيلتي بتاعتك، هتخليكوا انتوا كشركات لما تيجي تطلب معلومه وانت في مرحله معينه من البروسيس من شركه ثانيه انت شغال معاها، يبقى المعلومه دي فعلا جاهزه وموجوده. ليه؟ عشان ما فيش اختلاف في البروسيس اللي انتوا ماشيين بيها. لكن هل هو بيجبر الشركات؟ الاجابه لا، هو ما بيجبرش الشركات على الستاندرد ديت ان هم يبداوا يمشوا بيها. برضو الميثودولوجي دي او الطريقه دي بتستخدم في فكره الدوكيومنتيشن. لو انت في بروسيس معينه وانت عايز تدوكيومنت البروسيس دي، برضو بتعمل الكلام ده من خلال الستاندرد الموجوده في الاي دي ام او الانفورميشن ديليفري مانوال. نيجي بعد كده لنقطه مهمه جدا اللي هو حاجه اسمها الام في دي او الموديل فيو ديفينيشن. الام في دي او الموديل فيو ديفينيشن بمنتهى ببساطه هو داتا بتوصف داتا. يعني ايه؟ يعني انا برضه الام في دي سكيما زي الاي اف سي، ولكن فكرتها في ايه؟ ان هي بتوصف الداتا بتاعه الاي اف سي. هو ده المقصود بالموديل فيو ديفينيشن. هي داتا سكيما برضه موجوده هدفها ان هي توصف داتا. طب انت وانت بتصدر من اي سوفت وير بيديك اوبشنز في التصدير. الاوبشنز دي هو بيعتمد على فكره اصلا الام في دي. ليه؟ النهارده مثلا لو انا جيت على برنامج زي الساب وجيت اصدر، فيقول لك والله انت عايز تصدر ستراكشر ولا اركتكتشر فيو؟ طب وايه المش ايه الفرق بين الاثنين؟ ما والله لو انت صدرت ستراكشر فيو معنى كده ان انا هدي لك الموديل بالسبورتات باللودز بالاحمال بكل حاجه، هديها لك جوه الفايل بتاع الاي اف سي.
طيب لو انا رحت صدرت اركتكتشر فيو، لا مش هيديك الاحمال ولا هيديك السبورتات ولا هيديك اي حاجه لها علاقه بالستريننج اكشن. ليه؟ ما هو اصل انت مصدر اركتكتشر فيو او كوردينيشن فيو. طب هي الفكره هنا ايه؟ الفكره هنا ان مش كل الداتا تهم كل الناس. يعني ايه مش كل الداتا تهم كل الناس؟ يعني انا النهارده راجل عايز اعمل كوردينيشن، انا يهمني في ايه ان انت تديني فايل اي سي في احمال؟ يعني انا يهمني في ايه تديني فايل اي سي مثلا انت جايبه من الساب وفايل الاي سي ده في في لودز في سبورتات؟ انا مش عايز ده. لكن لو انت كراجل ستراكشر انجينير بتنقل الفايل ده لستراكشر انجينير تاني، اه يهمك ان يكون موجود فيه السبورتات بتاعته ويهمك ان هو يكون موجود فيه اللودز، لكن كراجل معماري لا ما يهمكش. فبالتالي هنا انت الداتا الموجوده دي هي بتوصف داتا تانية، فهو ده اللي احنا بنسميه الموديل فيو ديفينيشن او الام في دي. طب انا النهارده كشركه بعمل سوفت وير، الهدف من السوفت وير ده ان انا اخد فايل اي سي واعمل لك اوتوماتيك كوست استيميشن، يعني بمجرد ما انت تابلود فايل اي سي اقول لك البيلدينج ده هيكلف كام. طب ايه اللي يهمك؟ هل يهمك انك انت تصدر الموديل بتاعك مثلا بالاحمال؟ لا ما يهمنيش ان انا اصدر الموديل بتاعي بالاحمال. طب امال يهمني اعمل ايه؟ يهمني ان انا اصدر كوردينيشن فيو. فهتروح على السوفت وير وتقول للسوفت وير انت شغال عليه صدر لي كوردينيشن فيو. ليه صدر لك كوردينيشن فيو؟ عشان انا الاحمال وبقيه المعلومات التانية ما تهمنيش خالص. فهي دي الفكره من الموديل فيو ديفينيشن. الموديل فيو ديفينيشن هو داتا بتوصف داتا، سكيما بتاعه سكيما موجوده بتوصف الداتا بتاعت الاي سي، بتساعد البرامج وبتساعدك انت بعد كده لما تيجي تحب تشتغل في الديفلوبمنت ايه نوع الداتا اللي انت عايز تعمل لها اكستراكشن من فايل الاي سي. طيب لو انا كده بصينا كده ادي الفكره كلها، انا عندي ابلكيشن مثلا، الابلكيشن ده وانا مصدر فايل اي سي. طب السؤال دلوقتي انت عايز تصدر ايه؟ هل انت عايز تصدر كل حاجه من فايل اي سي ده، الكوانتيتيز ولو في انرجي اناليسيز ولو في سيستم كوردينيشن، هل كل ده يهمك؟ لا، هنا الفكره كلها بتقول لك انا هنا شركه بشتغل في مجال الفاسيلتي مانجمنت، فبالتالي انا محتاجه الداتا اللي تخص مجال الفاسيلتي مانجمنت، الداتا اللي تهم المجال بتاع الفاسيلتي مانجمنت، فاقدر ان انا اصدرها من خلال فايل الاي سي. خلاص، فبقى كده الـ MVD او Model View Definition زي ما قلنا هي داتا بتوصف داتا تانية. بالمناسبة ان الناس بتوع الـ Facility Management لما بيشتغلوا ما بيشتغلوش على فايل IFC، بيشتغلوا على حاجة اسمها كوبي. الكوبي برضو هو فايل زي الـ IFC بالظبط، بيستخدم for data transfer ولكن بيستخدموه في مجال الـ Facility Management، فبرضو تقدر انك انت تتعامل مع الكوبي. طيب الفكرة دلوقتي كلها سواء بقى IFC او سواء كوبي او سواء اي حاجة في الدنيا، في الاخر هي داتا. تمام، الموديل فيو ديفينيشن بيبدا ان هو يوصفها لك. ليه؟ عشان بقول لك من مبدا ان في الناس اللي شغاله في مجال الكونستراكشن مش كل الداتا تهم كل الناس. طيب النقطه اللي جايه بعد كده حاجه اسمها البي سي اف او البيم كولابوريشن فورمات. الفكره كلها من البي سي اف او بيم كولابوريشن فورمات ان هي طريقه بتساعدك انك انت تدوكيومنت الايشو. يعني احنا النهارده كشركه وعندنا مشكله، ففي سكيما برضو وفي ستراكشر برضو كده للداتا هنبدا اننا نمشي عليه عشان خاطر نقدر نعمل دوكيومنت للمشكله بتاعتنا، دوكيومنت الايشو بتاعتنا. يبقى هو ستراكشر وسكيما هدفه ايه؟ اننا ندوكيومنت الايشو. طب ده هيحسن ايه؟ ده هيحسن الكوميونيكيشن في البيم بيست بروجكت. لو في الناس بتبدا تشتغل فمش كل واحد يكتب المشكله او مش كل واحد يوصف المشكله على مزاجه. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل مسكونسبشن في التوصيف. لا، مفيش حاجه اسمها انك انت توصف مشكله على مزاجك. هو بيقول لك هنا لا، التوصيف ده ليه حاجه اسمها بيم كولابوريشن فورمات. ده بيستخدم فور ايه؟ فور كولابوريشن. من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تعملها من خلاله انك انت توصف المشكله بتاعتك. يبقى دي ستاندرد هدفها ان هي بتساعدك على توصيف المشكله. طيب بتستفيد منها في ايه؟ الاستفاده منها عشان خاطر نحسن الكوميونيكيشن. مش كل واحد يبدا يوصف المشكله بمزاجه، مش كل واحد يبدا يقول انا هكتب ديسكريبشن معين. لا، في سكيما انت بتتبعها عشان خاطر تقدر انك انت تكتب الديسكريبشن دوت. برضو كل الحاجات دي كلها بيلدينج سمارت بتدور على ايه؟ يعني نقطه ركز فيها في كل التفاصيل دي كلها، بيلدينج سمارت بتدور على فكره الانتر اوبرابيلتي انهانسمنت. انا عايزه ان انا احسن الانتر اوبرابيلتي في المشاريع اللي انا بشتغل عليها. طيب لما نحسن الانتر اوبرابيلتي ايه اللي هيحصل؟ البرودكتيفيتي هتزيد، والمشاكل اللي بتحصل بين الديبارتمنتس بعضها وبين الشركات بعضها بالتبعيه هتبدا تقل. طيب جزء تاني بدات بيلدينج سمارت تتكلم عليه حاجه اسمها الاي اف دي او الانترناشونال فريم ورك فور ديكشنري. بيلدينج سمارت او الناس الباحثين الموجودين فيها قال لك ان فكره اللغه
ممكن تسبب مشكله في الانتر اوبرابيلتي. يعني مثلا انا راجل مصري ممكن يكون شغال معايا في المشروع راجل مثلا الماني، وشغال معايا مثلا واحد فرنساوي، وشغال معايا واحد صيني. اللغه المشتركه بيننا ايه؟ الانجليزي. بس مش شرط ان الناس كلها تكون بتتكلم انجليزي بمستوى كويس، ودايما استيعابك انت كانسان بلغتك الام اضعاف استيعابك بلغه مكتسبه. يعني انا لو دلوقتي بشرح لك الموضوع ده احنا دلوقتي بنتكلم عربي، طب انا بشرحه لك بالانجليزي والناس مثلا كلها مستوى في الانجليش كويس، درجه الاستيعاب بتاعتك مش زي ما انا اكلمك بالعربي كده، فانت درجه استيعابك بلغتك اكتر واحسن كتير. فبيلدينج سمارت قالت ان احنا هنحسن الموضوع ده من خلال حاجه اسمها الاي اف دي، اللي هو ايه؟ الانترناشونال فريم ورك فور ديكشنري. يعني قالت لك ايه؟ قال لك احنا هنجيب كل الاليمنتس، كل الاليمنتس او اللي موجوده في البيم، ونبدا ندي الاليمنتس دي ايديهات. طيب الايديهات ديت فكرتها ايه؟ فكرته ان انا بديك يونيك اي دي، الاي دي ده يونيك. لو انت بتشتغل مثلا بالانجلش فهيبان لك ان الاليمنت ده بلغتك انت، لو انت بالالماني فهيبان لك بلغتك انت، لو انت فرنساوي فهيبان لك بلغتك انت. هو في الاخر كلنا بنتعامل على اني اليمنت؟ في الاخر كلنا بنتعامل على نفس الاليمنت، في الاخر كلنا بنتعامل على اليمنت واحد، الاليمنت ده ليه يونيك اي دي. فبداوا هم يجمعوا كل الاليمنتس ديت وبداوا يعملوا لها ديكشنري سموه بيلدينج سمارت داتا ديكشنري. وقالوا ان البيلدينج سمارت داتا ديكشنري ده هو عباره عن ديكشنري، هو عباره كده عن لايبراري اوف اوبجكتس والاتريبيوتس بتاعتها. ففكرته الاساسيه ادي زي ما انت شايف كده الاليمنت اللي هو الانترنس ده اللي هو الباب ده، ادي ده الاليمنت اللي موجود معاك. قال لك ان احنا كل اليمنتس بنديها يونيك اي دي زي ما انت شايف كده اي اف دي، واداله 1 2 3 4 انجلش، قال لك انترنس ويتس الماني اداك اسمه بالالماني، وفرنساوي اداك الاسم بتاعه بالفرنساوي. ليه؟ قال لك اصل الفكره بان انا باللغه انا بقدر احسن الانتر اوبرابيلتي من خلال ان انا اخليك تتعامل بيه اللغه بتاعتك. طبعا لسه ده مش موجود قوي دلوقتي في الماركت، ولكن هي زي ما بنقول افكار او ستاندرد هدفها الرئيسي والاساسي هي الفكره بتاعه تحسين الانتر اوبرابيلتي. طيب ده كده بشكل عام الفايف بيزك برنسبلز اللي بيلدينج سمارت بتتكلم عليهم، واللي بيلدينج سمارت بتقول لك البرنسبلز ديت لو انت حققتها هتحقق فول كولابوريشن. طيب احنا بقى يهمنا ايه من السيشن ديت؟ السيشن دي انا بس عرضت لك البرنسبلز ديت برضو على اللينك بتاع الجروب، هسيب لك كل اللينكس بقى اللي تساعدك انك انت تخش تسيرش في الموضوع ده. نقطة أنا عايز برضو أقولها إن الـ IFC أو الناس اللي بتبدأ تتعلم IFC الموضوع ملوش كورس، يعني الموضوع مفيش حاجة اسمها أنا هاخد كورس أتعلم IFC، لا الموضوع فكرته كلها قائم بشكل كبير جدا على السيرش، إنك أنت تدور وإنك أنت تبحث. طبعا كونك تكون عارف لغه برمجه ومتمكن منها هيفرق معاك بشكل كبير جدا. ليه؟ تقدر انت من خلال لغه البرمجه دي انك انت تعمل ابلكيشن، الابلكيشن ده دوره ان هو يقرا الداتا من الاي اف سي. مجرد ما انت بتقرا الداتا من فايل اي اف سي او بتخرج الداتا من فايل اي اف سي خلاص كده دور فايل اي اف سي انتهى. هو زي ما بنقول كده هو عباره عن ترانسبورت، ماشي؟ بفكره زي كده انت بتركب ترانسبورتيشن بتوصل لك من مكان لمكان تاني. فهو عباره عن ستراكشر، عباره عن سكيما دورها ان هي تنقل الداتا من سوفت وير لسوفت وير تاني. فانا لو انا راجل شغال مثلا بلغه برمجه زي السي شارب على سبيل المثال، فاقدر ان انا من خلال لغه البرمجه دي ان انا اكستراكت داتا من فايل الاي اف سي. مش بس كده كمان واقدر اديت، يعني انت مثلا لما بتصدر الفايل الاي اف سي من برنامج لبرنامج تقدر انك انت تاديت في الفايل ده، وبعد ما تاديت وتسيف تبدا تاخد الفايل ده تفتحه على برنامج تاني تلاقي الاديت خلاص سمع. ليه؟ ما هو خلاص هو في داتا الفايل ده شايلها وموجوده فيه. الاي اف سي سكيما بتتكون من مجموعه من اللايرز. ايه اللايرز بتاعت الاي اف سي سكيما؟ في حاجه اسمها ريسورس لاير، حاجة اسمها كور لاير، حاجة اسمها شيرد لاير، حاجة اسمها الدومين لاير. ايه فكرة بقى اللايرات والكلام ده؟ انا قلت لك ان الاي اف سي كله على بعضه كده هو عبارة بيتعامل فكرة الانتيتي. يعني ايه بيتعامل فكرة الانتيتي؟ يعني اقول لك والله كولوم يبقى عنده مثلا لينس ويتس وهايت، والله باب معماري ليه مثلا المواصفات بتاعته، والله شباك ليه المواصفات بتاعته، كاميرا ليها المواصفات بتاعتها. طيب دي اول حاجة ان هو قلنا الاي اف سي قايم على فكرة الانتيتي او ساعات حاجات احنا بنسميها الانستنس. طيب دي نقطة. النقطة الثانية ان كمان الاي اف سي قايم على فكرة الريفرنس. يعني ايه قايم على فكرة الريفرنس؟ طيب خليني كده اديك مثال. لو انا النهاردة جيت قلت لك انا عندي في الريفت مثلا، الريفت مثلا انت بتعمل انستنسز كتير. طب الانستنسز دي كلها هي في الاخر بتشاور على ايه؟ الانستنسز دي كلها بتشاور على تايب واحد. يعني معنى كده ايه؟ ان هي ليها ريفرنس واحد.
الاي اف سي برضه بيتعامل بنفس المبدا. يبقى انت عندك مبدئين اساسيين للاي اف سي. المبدا الاولاني للاي اف سي اللي هو الاي اف سي بيشتغل عليه فكره ان هو قايم على فكره الانستنس او قايم على فكره الانتيتي. فبالتالي هو قسم لك لاير، كل لاير من الاي اف سي سكيما لاير تتعامل على انتيتي بداخل تتعامل مثلا سي على لير معينه او داخل في الاي اف سي بتعلم حاجه معينه، فتبدا تشوف الحاجه دي موجوده جوه اي لير وانت محتاج تتعلم ايه. طب اللايرز دي بتتعامل ازاي؟ لو جينا بصينا كده على الريسورسز لاير، الريسورسز لاير اللي هي اللاير اللي هي اخر لاير تحت خالص ديت، الريسورسز لاير بمنتهى البساطه هي بتبقى مسؤوله عن تعريف الجيومتري والماتيريال والكوانتيتي والميجرمنت والديت والتايم والكوست. يعني كل الداتا اللي في الاي اف سي اللي ليها علاقه، كل الداتا في الاي اف سي اللي هي ليها علاقه بالجيومتري والماتيريال والكوانتيتي كلها هتقدر ان انت توصل لها من خلال الريسورسز لاير. طيب اللاير الثانيه اللي هي اني لاير، اللاير الثانيه اللي هي الكور لاير. الكور لاير هي اللاير ديت، الكور لاير دي فيها ال مجموعه اللاير اللي بتتكلم في الورك سكيدول، بتتكلم في البرفورمانس، وفيها لاير مهمه جدا اسمها الكيرنل لاير. الكيرنل لاير دي اللي هي اللاير البيز واللاير الاساسيه الخاصه بالاي اف سي سكيما، ودي اللي احنا بنسميها الكيرنل لاير. يبقى عشان بس ما توهكش في الموضوع ده، انت عندك حاجه هنا اسمها كور لاير. الكور لاير ديت زي ما انا بقول لك كده ليها علاقه بالورك سكيدول بالبروسيجرز وبالبرفورمانس. عندك حاجه بعد كده اسمها الانتر اوبرابيلتي لاير او الشيرد لاير. الانتر اوبرابيلتي لاير او الشيرد لاير اللي هي بتبقى موجوده في اللاير دي ليها علاقه بالشيرد اليمنتس اللي موجوده معاك او الشيرد بيلدينج اليمنتس زي الكولوم مثلا زي البيم. يعني انت لو عايز تتعامل مع بيم مثلا او كولوم او حاجه فتقدر انت توصل لها من خلال الشيرد لاير اللي هي اللاير الثالثه اللي موجوده هنا ديت. وفي اخر حاجه خالص اللي احنا بنسميها الدومين لاير، ودي بتحتوي على الداتا اللي تخص الدومينز. حتى هو هنا بيقول لك ادي الكتريكال دومين، اتش فاك دومين، بيلدينج دومين وهكذا. فدي اللاير اللي بتكون مسؤوله او اللاير اللي بيكون فيها الانتيتيز المسؤوله عن التعامل مع الدومينز. يبقى هي دي كده اللاير اللي احنا بنتكلم عليها في الفايل بتاع الاي اف سي. طيب يبقى الاي اف سي كده ليه كام لاير؟ الاي اف سي ليه 4 لاير، ريسورسز لاير ودومين لاير و كور لاير وشيرد لاير. طب احنا بقى نتعامل ازاي مع فايل اي اف سي؟ هو ده بقى ان شاء الله بقى هنبدا ان شاء الله في الجزء دلوقتي اننا نبدا نفتح بقى فايل الاي اف سي مع بعض كده ونبدا نشوف ونبدا بقى الكلام النظري ده كله اللي انت بتتكلمه عن الاي اف سي ممكن شويه ما يبقاش واضح، هيبدا يوضح لما نفتح الفايل ونتفرج. فلحد الجزء ده كده حد عنده اي سؤال ولا اكمل على طول؟ لو حد عنده سؤال باشمهندس اتمنى من حضراتكم تعملوا ريز هاند بحيث تسالوا. يعني تاني باشمهندس نقدر نكمل. طيب دلوقتي اللي احنا عايزين نبدا نعمله مع بعض كده ان احنا هنبدا، انا هبدا اطلع كده كده. انا بدات، انا عملت فايل اي اف سي من الساب عادي جدا، خدت الفايل ده وقمت فتحه ببرنامج عندي كده اسمه فيجوال ستوديو كود. ده عباره عن تكست اديتور، تقدر انك انت تفتح الفايل على النوت باد. ده كده الفايل اللي انت شايفه ده فايل اي اف سي. انا عامل ايه؟ انا الفكره كلها ان انا عامل عمود واحد، العمود ده كان المساحه بتاعته 40 في 50 والبروفايل نيم بتاعه اسمه 40 في 50 وده عمود. طب هو هنا الساب صدر بايه؟ الساب صدر بلغه اسمها الاستيب. فدي اول حاجه، هو احنا نقدر يعني ننقل بين اللغات؟ يعني مثلا النهارده اللايف سي ده موجود بلغه الاستيب، لا انا عايز الفايل ده بالاكس ام ال، ينفع احوله؟ اه ينفع احوله، وهقول لك تحوله ازاي. فده موضوع ما فيش فيه مشكله انك انت تحول من لغه معينه للغه ثانيه، اه ينفع انك انت تحول. بس الفكره كلها ادي فايل عادي جدا تكست زي ما انت شايف، الفايل ده معمول بالنوت باد. طيب في حاجه احسن من نوت باد شويه، حاجه اسمها الفيجوال ستوديو كود. لو انا جيت كده قمت عامل اوبن ويز وقمت فاتح الفايل ده بالفيجوال ستوديو كود، بص كده هو كده بدا يقول لك ادي بقى دي الداتا كلها. تخيل انا كل انا عملت ايه؟ انا رسمت عمود واحد، رسمت عمود واحد دي بقى كل الداتا اللي تخص العمود ده.
موجوده فين؟ موجوده في الفايل بتاع الاي اف سي. طيب بص كده على الاستراكشر بتاع الفايل ده، هو هنا ماشي بفكره الانتيتيز، هنتعرض عليها واحده واحده دلوقتي. طيب تعالى كده نشوف اول حاجه. اول حاجه خالص هو بيقول لك الديسكريبشن بتاع الفايل، الكلام ده لغه ايه يا جماعه؟ الكلام ده لغه الاستيب، دي اللغه اللي هي اسمها لغه الاستيب، تمام؟ طيب بيقول لك هنا انت اول حاجه الكوردينيشن اللي انت مصدره الفيو. طيب الفيو، الفيو ديفينيشن اللي انت عامله اللي كنا اتكلمنا عنه من شويه اللي هو المودل فيو ديفينيشن، قال لك هنا ايه؟ قال لك انا هنا عندي كوردينيشن فيو. طيب واداك هنا الفايل نيم. تعالى نبدا بقى نبص على الكلام ده. طيب انا يهمني مثلا من هنا، تعالى اوريك مثلا على الاي اف سي ابلكيشن. الاي اف سي ابلكيشن ده عباره عن ايه؟ الاي اف سي ابلكيشن ده عباره عن البروجكت، عباره عن الانتيتي اللي ليها علاقه بالاي اف سي. طيب انت دلوقتي مش عارف الاي اف سي ابلكيشن، طيب وبتاخد ايه؟ بص كده لقيت هنا ايه؟ لقيت ادي معلش. نعم. هو انا مش، وانا مش واضح قدامي شير دلوقتي، ما اعرفش هل الناس واضح قدامها الفايل لما اتفتح ولا لا. يا ريت الناس تكتب على الشات عشان انا مش واضح قدامي الفايل. طب لحظه، هو الظاهر عندنا بس الفولدر. طب ثواني انا فاتح الفايل. الفايل ما اتفتحش اهو. طب ثواني، كده فتح؟ تمام كده كده واضح. هو واضح ان انا لما بنقل من فايل لفايل تاني لازم اعمل ستوب واعمل شير تاني. ممكن حضرتك تعمل شير للديسكتوب كله يروح. نعم، ممكن حضرتك تعمل شير للديسكتوب فيروح مشير كل الشاشات. لما بتعمل شير سكرين بيخيرك عايز تعمل للديسكتوب ولا الشاشه نافذه معينه، فتختار الديسكتوب يروح مشير كل اللي انت شغال عليه. ماشي. طب كده الفايل واضح؟ تمام واضح. تمام. الفايل اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده كده اسمه فايل اي اف سي. انا الفايل ده فتحته بايه؟ انا الفايل ده فاتح الفايل ده بالنوت باد، يعني تقدر بمنتهى البساطه تقوم عامل كده رايت كليك على الفايل وتقوم اديت. نوت باد هيفتح لك الفايل ده بان هو ده كده، دي السكيما اللي انت شايفها هدفها ان هي بتتم استخدام الكلام ده بقى عشان خاطر ابدا اخرج الداتا من الفايل. طيب سؤال دلوقتي، في حاجه احسن شويه من النوت باد؟ في حاجه احسن شويه من النوت باد، حاجه تانية اسمها فيجوال ستوديو كود. فيجوال ستوديو كود انا رحت فتحت نفس الفايل ده على الفيجوال ستوديو كود. طيب تعالى كده مع بعض نبدا نشوف الفايل ده بيتم ازاي، ايه موضوع الانتيتيز، القصه دي كلها. لو انا فتحت الفايل ده، الفايل ده مكتوب بحاجه كده اسمها الستيب، دي لغه زي ما اتفقنا لغه اسمها الستيب. ده الفايل اللي الساب او الايتابس بيرميه لك، يعني انت خلاص صدرت اي سي هو بيرمي لك الفايل ده. لما تروح تفتح الفايل ده على الريفت، بيبدا بقى الريفت هو بروجرامد ان هو يفهم السكيب، تمام؟ طيب ايه بقى الكلام ده موجود فين؟ اول حاجه هو هنا بيقول لك الفايل ديسكريبشن. الفايل ديسكريبشن اول حاجه الفيو ديفينيشن، لما جينا نصدر لقينا ايه؟ كوردينيشن فيو. ليه؟ عشان انا مصدر اركتكتشر. يعني ايه؟ يعني انا بقول ان الفايل ده او الكولوم اللي موجود عندي ده انا مش عايز ان انت تصدر لي استراكشر، مش عايز تصدر لي احمال، مش عايز تصدر لي اي حاجه، وما انت عايز تصدر ايه؟ انا عايز اصدر كوردينيشن فيو فقط لا غير، مش عايز اصدر حاجه ثانيه. طيب هنا بدا يقول لك الفايل نيم، دي شويه داتا كده، حاجه هنا سماها ايه؟ سماها الهيدرز. دي فكرتها ايه؟ فكرتها ان لما بيجي البارسر بتاع اي سوفت وير تاني بيقرا بياخد شويه الانفورميشن دي في الاول. طيب نيجي نبص كده هتلاقي عندك مثلا ادي الفايل بتاعك ده، حاجه هنا اسمها اي اف سي ابلكيشن. لو بصيت كده على الاي اف سي ابلكيشن، لو تفتكر معايا انا قلت لك ايه؟ قلت لك في حاجه اسمها انتيتي، في حاجه اسمها انتيتي. طب الانتيتي دي عباره عن ايه؟ قلنا ان الانتيتي دي بتشيل شويه داتا جواها، زي ما قلنا انا مثلا عندي الكولم. طب الكولم ده، الكولم اللي عندي ده بيشيل ايه؟ قلنا والله عنده ويدث وعنده لينث وعنده هايت مثلا، ده شكل الداتا اللي هي بتشيلها. طب الاي سي ابلكيشن الانتيتي ديت ليها سكيما، هو هنا عامل لك هاشتاج 13. طيب احنا مش عارفين ايه الهاشتاج، ايه الشباك 13 ده، مش معروف، هنعرف دلوقتي. وهنا بيقول لك 18.1.1، خمن كده معايا. دي الفيرجن بتاعت الساب، وبعدين قال لك هنا ساب 2000، وبعدين قال لك هنا ساب 2000. طب الكلام ده ليه؟ يعني ليه حاطط الداتا دي هنا؟ مين قال له ان الاي اف سي ابلكيشن بياخد الداتا ديت؟ يعني هو جاب الكلام ده منين؟ طب عشان خاطر نعرف ده، تعالى بقى نبدا نشوف. لو انت عايز تعرف السكيما بتاعت كل انتيتي في الاي اف سي، تعالى تشوف تعرفها منين.
ثواني. تمام، في هنا ويب سايت اسمه steptool.com والستاندرد اي سي اتش تي ام ال، ده اللينك بتاع الويب سايت. الويب سايت كده ظاهر تمام. حد سامعني؟ الويب سايت كده ظاهر تمام. ظهر تمام الشمس. ماشي خلاص. احنا هنيجي هنا بقى، بص طبعا هي الاي اف سي شويه حاجاته بدائيه يعني، بص حتى السايت يعني حتى السايت ما فيش فيه سيرش. طب انا بص كل دي الانتيتيز بتاعت الاي اف سي، انت ممكن تشوف الانتيتي دي دلوقتي فتتخض تقول ايه ده، انا هعمل ايه بكل ده؟ لا ما هو انت مش بتحفظهم، انت بتفتح فايل اي اف سي وتبدا تشوف انت عايز ايه. طب انا هنا لما كنت فاتح الفايل بتاع الاي اف سي انا كنت عايز ايه؟ يعني انا في الفايل بتاعي بتاع الاي اف سي ده انا لما كنت فاتحه كنت انا عايز ايه؟ كنت انا عايز اوصل للاي اف سي ابلكيشن الانتيتي ديت، انا عايز اعرف ايه الهاشتاج رقم 13 ده اللي هو يعني هنا بيعمل ايه ده؟ وايه هي ال 18.1.1 دي؟ احنا خمننا ان دي الفيرجن وساب 2000 وساب 2000، انا يعني بقى عايز اشوف السكيما اللي الاي اف سي ابلكيشن ده خاضع ليها. فهعمل ايه؟ هاخد الكلام ده كده كنترول سي وهروح بعد كده على الويب سايت اللي انا وريته لك ده. تعالى كده نروح عليه. وهعمل انا كنترول فايند، انا هنا هسيرش بالسيرش بتاع البراوزر نفسه. لقيت هنا الانتيتي اللي اسمها اي اف سي ابلكيشن موجوده اهي. الانتيتي اللي بتاعت الاي اف سي ابلكيشن لقيتها، بص بيقول لك اول حاجه انا باخد منك الفيرجن. فعشان كده لما رحنا هنا في الاي اف سي ابلكيشن، لما رحنا هنا لقينا الفيرجن موجوده اهي. لا مين قال لك هنا حط الفيرجن؟ ما هي سكيما، هي السكيما هي اللي بتقول لك ان هنا الفيرجن هو اللي بيكون موجود. فعشان كده برنامج مثلا زي الريفت لما بيجي يقرا بيروح هو عارف السكيما دي والبرنامج متبرمج انه يقرا السكيما دي، فبيروح على الانتيتي اللي اسمها اي اف سي ابلكيشن على الفيرجن ويطلع الفيرجن اللي انت عاملها بيها. طيب ايه تاني؟ الابلكيشن فول نيم، فلقينا كان موجود قدامنا سنه 2000. الابلكيشن ايدنتيفاير، فلقينا قدامنا برضو موجود ابلكيشن ايدنتيفاير. دي كلها عباره عن سترنجات. يعني ايه عباره عن سترنجات؟ عن كلام بيتكتب. عشان كده كانت الحاجات دي مكتوبه على طول، ادي 18.1.1 وادي ساب 2000 وساب 2000، سترنجات مكتوبه. طب ايه بقى الهاشتاج 13 ده؟ يعني ايه الهاشتاج رقم 13 اللي احنا عاملينه ده؟ الهاشتاج ده معنى كده الاي اف سي ماشي بمبدا الريفرنس. يعني ايه؟ الاي اف سي ماشي يقول انا لو انا عندي انتيتي انا معرفها عندي وانا عايز استخدم الانتيتي دي تاني فانا هروح اشاور عليها. يعني على سبيل المثال لو انا دلوقتي عندي عندي ماتيريالز مثلا، الماتيريالز في الاي اف سي، الاي اف سي بيعرف الماتيريال ب انتيتي اسمها اي اف سي ريل اسوشيت ماتيريال، اللي هي دي الانتيتي اللي الاي اف سي بيعرف فيها الماتيريال. فهو انت اي انتيتي تانيه هتحتاج الماتيريال هيروح يعمل ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو ده كده هيستخدمه عشان خاطر يقدر يشاور بيه على الاي اف سي ريل اسوشيت ماتيريال. فدي مثلا لو انت عندك قلم مثلا، انت عندك عمدان كتير، العمدان كلها واخده مثلا منك بتشاور على ماتيريال معينه، هو مش هيروح عند كل عمود ويكتب اسم الماتيريال او يديله الانتيتي بتاعت الماتيريال، لا هو هيخلي الكولمز دي كلها بتشاور على الماتيريال. ليه؟ عشان يعمل اوبتمايزيشن في الفايل. طيب لو نرجع كده على الويب سايت، فلقينا هنا ان هو بيقول لك ايه؟ ان الابلكيشن ديفلوبر وعامل هنا انتيتي اهي. يعني معنى كده ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك شايف الهاشتاج رقم 13 ده؟ شايف الهاشتاج اللي هو الاي اف سي بروجكت وكان بيشاور على الهاشتاج رقم 13 اهو، ادي الاي اف سي اورجنايزيشن اللي هو بيشاور عليها. بص ونفس الكلام لو انت رحت عليها وضغطت عليها كليك هتلاقي موجود عليها الداتا بقى اللي هي بتاخدها. طب هي هنا ايه هي الداتا اللي هي بتاخدها؟ تعالى نشوف كده. انا كده رحت على الشباك 13 دي اللي كانت موجوده فين؟ احنا كنا شغالين على الاي اف سي ابلكيشن، فلقينا ان اول حاجه في الاي اف سي ابلكيشن بتشاور على الهاشتاج ده 13، ادي الهاشتاج 13 هنا بقى بيشاور على الاي اف سي اورجانيزيشن. طيب اللي هو بيشاور عليه لو ضغطنا عليه كده هيروح مودينا عليه. لقينا ان الاي اف سي اورجانيزيشن برضو بتاخد شويه حاجات كده، بتاخد حاجه اسمها اي اف سي اكتور سيلكت، اي اف سي ادريس، اي اف سي ابلكيشن، بتاخد حاجات متنوعه ما بين الانتيتي وما بين حاجه اسمها السيلكت. يبقى الفكره كلها هنا ان فايل اي اف سي بتاع الستيب
اللي احنا بنشتغل عليه ماشي بان هو عمال بفكره ان هو عمال يشاور. هو فهتلاقي هنا عندك في الفايل بتاع الاي اف سي ده كل الانتيتيز الموجوده هو بيستخدمها، يا اما بيضيف انتيتي جديده يا اما هو بيستخدمها عشان خاطر يشاور على انتيتي ثانيه. الحقيقه ان فايل الاي اف سي ده فايل بيبقى يعني الفايل بتاع الاستيب ده عشان خاطر تقراه وتفهم منه الداتا وتفهم منه البيانات مش بيبقى بسهوله كافيه، يعني عايز حد اشتغل عليه كتير وتعامل معاه كتير. فالحل دلوقتي اللي احنا هنعمله اننا هنروح نحول الفايل بتاع الاي اف سي اللي هو معمول بلغه الاستيب هناخده ونحوله لفايل معمول بالاكس ام ال، ومن خلال الاكس ام ال بقى نبدا نفتح الفايل ونفتح الانتيتي حاجه حاجه وندور جواه ونفهم الدنيا تبقى ماشيه ازاي. طيب عشان خاطر ابدا اتعامل مع فايل الاي اف سي واحول من الاستيب للاكس ام ال بنعمل ده باستخدام لايبراري اسمها الاكس بيم لايبراري. طب ايه هي الاكس بيم لايبراري ديت؟ تعالى كده نروح على الويب سايت. في هنا لايبراري اسمها اكس بيم لايبراري او اكس بيم تول كيت. هنا بقى طالما انت هتبدا تتعامل مع الفايل بتاع الاي سي بروجرام باستخدام باستخدام البرمجه يعني، فالفايل ده انت هتتعامل معاه باني لغه؟ انا بتعامل مع فايل اي اف سي بالسي شارب. ليه؟ في مكتبه كده، المكتبه دي اوبن سورس وفري اسمها الاكس بيم تول كيت. المكتبه دي بمنتهى البساطه فيها هي عامله لايبراري او هي عامله مكتبه بتساعدك ان انت باستخدام السي شارب تقدر انك انت تتعامل مع الفايل بتاع الاي اف سي. طب اتعامل اعمل ايه؟ تكريت، يعني انت تقدر باستخدام الاكس بيم باستخدام الاكس بيم لايبراري انك انت تكريت فايل اي اف سي. معنى ان انا بقول لك كرييت لفايل اي اف سي فمعنى كده ان انت بتعمل فايل، لو اتفتح على الريفت هيتقري، لو اتفتح على الساب هيتقري، لان في الاخر فايل اي اف سي شايل داتا. طيب اقدر ان انا اريد داتا من فايل اي اف سي، ودي يمكن اهم نقطه او دي الموست باورفول. يعني انت عمرك ما هتروح باستخدام السي شارب مثلا تكريت فايل اي اف سي وتشتغل على الريفت، هي حاجه بس يوزلس يعني ما لهاش استخدامات كتيره. لكن الحاجه اللي ليها استخدام وليها استخدام تطبيقي يعني هي الفكره بتاعت انك انت تريد داتا من فايل اي اف سي او تاديت، بس الريد اكتر ان انا عايز استخدم فايل اي اف سي ده عشان خاطر اقدر ان انا اريد منه داتا. طيب بنعمل ده من خلال ايه؟ لايبراري كده اسمها اكس بيم تول كيت، تقدر انك انت تشتغل بيها انك انت بتساعدك بتفاصيل كتيره جدا. الاكس بيم تول كيت دي بيبقى معاها حاجه اسمها اكس بيم اكسبلورر. الاكس بيم اكسبلورر ده لو انا كده جيت انا منزل الفايل ده عندي او منزل الابلكيشن ده عندي، الاكس بيم اكسبلورر ده كده عباره عن فايل اقدر من خلال الفايل ده ان انا اعمل ايه؟ ان انا افيو فايلات الاي اف سي بيفيو الجيومتري بتاعتها. فلو انا جيت مثلا كده قمت عامل فايل وانا حبيت افتح فايل كده، هو باين الاكس باين الاكسبلورر معاكم؟ ظاهر معانا يا باشمهندس. تمام، فانا جيت فتحت، بص كده ايه اللي حصل؟ ادي ده كده الكولمن اللي انا عامله اهو. هو طب هو ده الاكسبلورر ده اللي هو ريفت ولا هو ساب ولا هو اي حاجه، ده فايل بيعمل ايه؟ بيقرا الاي اف سي. وانس ان هو بيقدر يقرا الداتا من الفايل بتاع الاي اف سي بمنتهى البساطه اللي في الدنيا بيقدر ان هو يرندر الداتا ديت. الانجن بتاع الجرافيكس الموجود جوه الابلكيشن ده بمنتهى البساطه وانس ان هو بيقرا الداتا، ايه الداتا اللي قراها؟ والله هو عايز ياخد الطول والعرض والارتفاع. وانس ان هو قدر يسحب الداتا ديت من الفايل بتاع الاي اف سي فيقدر ان هو يرندرها لك. فعشان كده بنقول ان قوه الفايل بتاع الاي اف سي في ان هو الداتا ترانسفورميشن، ان انا عايز انقل لك الداتا من حاجه لحاجه ثانيه. الكلام ده بتكلم بشكل شخصي يعني، او من المشاريع الاخيره اللي انا اشتغلت فيها بقى ليه اهميه كبيره جدا على الويب، لان انت من خلال فايل اي اف سي تقدر انك انت تصدر الداتا بتاعت الجيومتري وتقدر انك انت تقراها. وباستخدام الويب جي ال تكنولوجيز واللايبرز بتاعت الويب جي ال هنتكلم عنها ان شاء الله في المحاضره بتاعت الاوس ديسك فورج، تقدر انك انت تقرا الداتا بتاعت الداتا بتاعت الاي اف سي. كمان اللايبراري بتاعت الاكس بيم موفره لك حاجه تانية، انك انت تقدر تتعامل مع الفايل بتاع الاي اف سي ده على الويب. بص كده، لو بصيت بص كده انا كده فاتح الويب سايت، ايه الفايل اللي موجود ده؟ الفايل اللي موجود ده فايل اي اف سي، تمام، بس موجود فين؟ موجود على الويب. يعني الفايل اللي انا عمال اتحرك فيه والقصه دي كلها، الفايل ده كده موجود على الويب. طب ازاي الفايل ده اتنقل على الويب؟ الفايل ده بيتنقل على الويب زي ما احنا قلنا ان هو بيكستراكت الداتا من فايل اي اف سي، وبعد ما تكستراكت الداتا من فايل اي اف سي عمليه الريندرنج بقى والكلام ده خلاص، ده بقى فيه جرافيكس لايبراري، ويب جرافيكس لايبراري زي الويب جي ال او المكتبات الخاصه بيها زي الفريد والجي اس والبيبلر جي اس، بتقدر ان هي ترندر لك الحاجه. فده بيستخدم فور فيوينج
مش بس فور فيوينج بصراحه، وبيستخدم كمان هو في الداتا ترانسفورميشن. ممكن انا يعني كنا في الـ في الـ في بعض البروجكت اللي اشتغلنا فيها كان الاي اف سي بنقدر نستخدمه عشان ناخد منه الداتا الجيومتري داتا فنعمل بيها فيجواليزيشن، والداتا اللي هي الداتا بتاعه الابلكيشن نفسه عشان خاطر نقدر ان انا بعد كده هنعمل اي اوبريشن على الداتا ديت. فتقدر انت باستخدام الاكس بيم لايبراري توفر لك حاجتين، ان انت بتدي لك امكانيات انك انت تتعامل مع الفايل ده باستخدام لغه السي شارب، وتقدر انك انت تاكستراكت منه الداتا وتديت فيه الداتا، وبتدي لك كمان امكانيه ان هي موفره لك الجرافيكس الموديول بتاع الويب جرافيكس عشان خاطر تقدر انك انت تحول الابلكيشن ده للويب ويبدا الابلكيشن ده يشتغل على الويب. لكن عشان طالما انت بتقول بقى انا هشتغل على الابلكيشن دوت وهبدا اطلع بيه على الويب وكده، يبقى انت بتتكلم في لغه برمجه اللي هي بنسميها لغه البرمجه بتاعه الويب حاجه اسمها الجافا سكريبت. يبقى انت عشان قبل ما تفكر انك انت تاخد فايل اي سي ده وتبدا جوين بيه على الويب بقى وتعمل ويب سايت، والويب سايت ده تظهر فيه 3 دي موديل والقصه دي كلها، فانت كده بتتكلم انك انت يكون معاك سي شارب كويس ويكون معاك لغه الجافا سكريبت، هتلاقي الموضوع سهل جدا يعني مفيش فيه اي مشاكل. طب دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه؟ دلوقتي احنا اللي احنا عايزين نعمله اننا عايزين نروح نحول الفايل. شو مصطفى اللي ظهر عندي؟ نعم. دراسه اكسبلور بس اللي ظهر عندي اللي هو المتصفح. هل حضرتك فتح حاجه تانية؟ لا 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 لسه. تمام. فدلوقتي انا هروح دلوقتي بقى على الفيجوال استوديو. طيب قبل ما اروح على الفيجوال استوديو كده، خليني يعني ارجع اكلمك عن حاجه، ان اللايبراري الاكس بيم لايبراري دي بتساعدك ان هي بتخليك تنزل باكجز. الباكجز دي بتقدر انك انت تستخدمها علشان خاطر تتعامل مع فايلات الاي اف سي من خلال السي شارب. ده يعني دي معلومه كده حابب اقولها. طبعا لو حد ملوش علاقه بالبروجرامنج وملوش علاقه بالسي شارب يبقى الموضوع بالنسبه له ممكن ما يكونش مفهوم قوي، ولكن انا بس بوريك ايه اللي ممكن يحصل. انت ما يهمكش دلوقتي لو انت ما تعرفش سي شارب وبرمجه وباكجز، ما يهمكش يعني ايه اللي بيحصل، ولكن انا بوري لك الامكانيات اللي احنا نقدر نستخدمها علشان خاطر اقدر ان انا اكستراكت الداتا. انا في الاخر عايز اوريك الريزلت مش اكتر ولا اقل. طب امتى الكلام ده بقى انت تعمله بايدك؟ لما تتعلم سي شارب كويس زي ما اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت، تعلم بقى سي شارب والقصه ديت هتفهم الموضوع، هيبقى بالنسبه لك مجرد لايبراري انت بتندهها وبتتعامل معاها. تعال دلوقتي كده نروح على الفيجوال ستوديو. طيب انا حملت الباكجز اللي انا عايزها، هم لو انت بتتعامل مع فايل اي اف سي فانت كده مينلي بتتعامل مع تو باكجز كده. الفيجوال ستوديو ظاهر يا باشمهندس عمر. تمام تمام. دلوقتي الفكره كلها انا اللي انا عايز اعمله بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، ان انا هستخدم الاكس بيم لايبراري اللي انا محملها عشان خاطر احول من الستيب الاكس ام ال. بس انا ده اللي انا عايز اعمله دلوقتي، ان انا استخدم اللايبراري دي احول من الستيب الاكس ام ال. اللي عارف برمجه يعني عارف سي شارب وعارف القصه دي هيستفاد، مفيش اي مشكله. اللي مش عارف ما يهمكش دلوقتي، انت بس يهمك الريزلت اللي احنا هنوصل له. فانا باجي هنا اعمل حاجه اسمها يوزنج. انا هشرح باعتبار لو حد عارف سي شارب يبقى فاهم. يوزنج دي عشان احنا بنتكلم على فايلات من بره الدوت نت، يعني الدوت نت مش هو اللي بيعمل لها مانجمنت. تمام، فبنعمل يوزنج عشان فكره الديسبوزنج، يعني دي معلومه للي شغال سي شارب وعارف. طيب هاجي هنا اقول ايه؟ هعمل متغير. المتغير ده هسميه الستيب موديل اللي معايا. انا اللايبراري اللي انا بنزلها بتنزل لي حاجه اسمها اي اف سي ستور جواه فانكشن اسمها اوبن. كده انا بستخدم اللايبراري عشان خاطر من خلالها اقدر اعمل ايه؟ اقدر ان انا من خلال اللايبراري دي اكري يعني افتح الفايل الاول وبعدين هبدا اسيفه، هنشوف ازاي نسيفه بالاكس ام ال. فهنا الاوبن دي بتعمل ايه؟ الاوبن دي بتاخد منك الباس بتاع فايل اي سي. طبعا انا لو انا عامل ويندوز فورم ابلكيشن فكنت هروح اختار الفايل على طول، لكن انا هنا مش عامل ويندوز فورم ابلكيشن، انا هنا هبعت الباس عادي. طب ابعت الباس ده منين؟ انا الباس بالنسبه لي او الباس الفايل بتاع الاي اف سي اللي احنا فتحناه ده اللي هو بتاع السمبل كولوم اللي احنا شفناه بالستيب موجود عندي في الباس ده اللي هو جي على اي اف سي. وكمان انا ممكن اروح برضو على الفايل ده واخد النيم بتاع الفايل ده، يعني انت بتكتب بس اسم الفايل، بتاخد النيم بتاع الفايل وتاخد اسم الفايل ده وتحطه هنا وتحط هنا دوت اي اف سي. ايه اللي انا بعمله ده؟ ده الباص بمنتهى البساطه اللي في الدنيا، طبعا معترض عشان فكره الباك سلاشز دي. كده هيظبط كده. انا بعمل ايه؟ انا اللي انا كل اللي انا بعمله بستخدم اللايبراري بتاعت اكس بيم عشان خاطر من خلالها اقدر ان انا افتح فايل سمبل كولوم دوت اي اف سي. طب التحويل بقى خلاص، احنا دلوقتي الفايل ده احنا فتحناه وبقى هتجيلنا فيه الانتيز، هتجيلنا فيه الانتيتيز بتاعتنا كلها. طب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز احوله اكس ام ال. فكل اللي احنا هنعمله هنيجي هنا نعمل ستيب موديل دوت سيف اس. انا هنا عايز سيف الفايل،
يعني ده اللي انا عايز، فهستخدم الفانكشن بتاعت سيف اس واروح اخد نفس الباص ده اللي انا عامله. طيب هل هاخد نفس الباص بنفس الاكستنشن بنفس كل حاجه؟ لا، انا هاجي هنا اي اف سي اقول اي اف سي دوت اكس ام ال، اي اف سي اكس ام ال على طول من غير دوت. كده الفانكشن بتاعت السيف اس ديت هتمسك الباص اللي قدامك ده وتجيب الاكستنشن بتاعته، اول ما تلاقيها دوت اي اف سي اكس ام ال اللايبراري او المكتبه دي هي اللي هتتولى عمليه التحويل، يعني هي اللي هتحول لك الفايل ده من فايل مكتوب بلغه الاستب لفايل مكتوب بالاكس ام ال بسطر كود واحد فقط لا غير. يبقى انا قدرت استخدم دلوقتي الاكس بيم لايبراري عشان خاطر احول الاستب ده احوله لفايل اكس ام ال. برضو بقول اللي مش عارف سي شارب ما يهمكش الموضوع، او انا بوري لك بس الريزلت او الحاجه اللي احنا نقدر نعملها. وتعالى كده نبدا نهرمنا الابلكيشن عادي، سيبنا من موضوع اللوج فور نت ده، وتعالى بعد كده نروح على الفولدر بتاعنا بتاع الاي اف سي اهو. لقيته هو كريت لي هنا، انا الاول كان معايا الفايل بتاع السيمبل كولوم ده، لقيته هو كريت لي هنا فايل تاني اسمه ايه سيمبل كولوم، بس بص كده بقى اي اف سي اكس ام ال. هنا بقى بدا الفايل ده يتحول من فايل اي اف سي مكتوب بلغه الاستب لفايل اي اف سي مكتوب بلغه الاكس ام ال. عشان خاطر نفيو الفايل ده في حاجه كده اسمها اكس ام ال فيور، اقدر اجي من خلاله كده ده ال XML viewer، اقدر اجي من خلال الفايل ده اعمل open، وهعمل open لايه؟ لفايل ال X الفايل IFC XML لا لسه مصدره، وادوس open. كده ايه اللي حصل؟ ادي فايل XML. كده الناس اللي متابعه معانا ده دي لغه اسمها XML. احنا هنفتح كده فايل IFC مع بعض، انا هفتح معاك الفايل ده كاني ما اعرفش اي حاجه خالص، يعني كان انا ما اعرفش IFC، واحد اول مره يفتح فايل IFC. بس الفكره لو انت قررت تتعامل مع فايلات الاي اف سي وتفتح الفايل بتاع الاي اف سي ده، فيا ريت بعد اذنك انك انت تكون عارف اكس ام ال كويس، يعني تكون الاول تروح تاخد كورس اكس ام ال، والكورس بتاعها على اليوتيوب موجود بشكل كبير، اتعلم اكس ام ال كويس وبعدين افتح الفايل ده عشان تفهم ايه اللي بيحصل. لو انا جيت فتحت فايل اكس ام ال هلاقيه يفتح لي كده، اول حاجه عمل لي الهيدر، الهيدر ده اللي هو ايه؟ اه بقى فيه الداتا، بص ادي النيم كده، الفايل بقى سيمبل شويه، بقى يعني ريدبل شويه بالنسبه لي. الاوثر اهو جابهولي كده، انا كل ما افتح نود من النودز دي بتجيب لي الداتا اللي موجوده جواها، ادي الفيرجن كده. بص انت لو انت تفتح الفايل ده بالنسبه لك هو ريدبل عن الفايل بتاع الاستيب، يعني الفايل بتاع الاستيب ما بيبقاش ريدبل زي الفايل بتاع الاكس ام ال، الاكس ام ال الفايل بتاعك بيكون ريدبل اكتر. طيب هتلاقي برضو عندك حاجه تحت خالص هنا اسمها اي اف سي ريل اسوشيتد ماتيريال. الاي اف سي ريل اسوشيتد ماتيريال دي الانتيتي ديت اللي بتكون شايله الماتيريال بتاعه الاليمنتس بتاعتك، اللي هي بنسميها الاي اف سي ريل اسوشيت ماتيريال، فهي دي الماتيريال اللي الانتيتي اللي شايله الماتيريال بتاعتك. طيب هنا الداتا بتاعتنا كلها حاجه اسمها اي اف سي بروجكت. تعال نفتح كده الاي اف سي بروجكت، هتلاقي فيه حاجه كده اسمها از ديكومبوزد باي. انا دلوقتي اللي انا بدور عليه كواحد يعني لسه اول مره يتعامل مع الاي اف سي، ويمكن دي الطريقه اللي انا اتعلمت بيها اي اف سي، ان انا بقوم عامل داتا في الموديل بتاعي. يعني مثلا سي انا الموديل ده انا قايل ان البروفايل نمر 40 في 50، والاكس دايمنشن بتاعه ب 40 والواي دايمنشن بتاعته ب 50. فانا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا كل اللي انا عايز اعمله ان انا ادور على الداتا ديت، عايز اشوفها هي موجوده فين جوه الفايل بتاع الاي اف سي. طيب تعالى نفتح الكلام ده كده، انا هفتح اليونت ديت. بص انا كده بفتح عمال اشوف بقى الداتا الموجوده. الطبيعي لو حد بيتعلم بيبدا ياخد بقى كوبي من الكلام ده ويبدا في الويب سايت اللي احنا رحنا عليه ويسيرش عشان خاطر يعرف الكلام ده عامل ازاي. وادي انا كده بفتح بدور دلوقتي معاك عادي جدا على الابعاد اللي انا حاططها اللي هي ال 40 وال 50. هنا لو بصيت على حاجه اسمها الاي اف سي بيلدينج، الاي اف سي بيلدينج ده بيشيل حاجه اسمها الاونر هيستوري. طب ايه بقى هو الاي اف سي اونر هيستوري ده؟ عايز اعرفه، هتاخد الكلام ده كوبي وتروح على الويب سايت. هو الموضوع زي ما قلنا بشكل كبير جدا بيكون معتمد على السيرش. تعال نفتح كده تاني. كده انا عمال اتصفح الابلكيشن عادي، اه بدات الاقي بقى شويه داتا كده. ايه ده؟ ده في حاجه اسمها اي اف سي بيلدينج ستوري، ده ليها نيم، ده البيز ليفل. اه ما هو البيز ليفل ده اللي هو اللي كان موجود في الساب، وليها حاجه تانية اسمها توب ليفل برضه هو اللي كان موجود في الساب. اه كده الداتا بدات ايه؟ كده الداتا بدات تبان معايا، الداتا بدات تظهر، انت عندك بيز ليفل وعندك توب ليفل. لو لاحظت هنا ان هو بيقول لك ان البيلدنج ستوري دي مديها بوزيشن 0 وبوزيشن 1. يعني ايه بوزيشن 0 وبوزيشن 1؟ هنا بقى بيبدا يتكلم معاك على فكره
الليست، ان انت ممكن يكون عندك ستوريز كتير. فانا بيتكلم معاك في الفكره بتاعت الكوليكشن، يعني ايه؟ انا ممكن يكون عندي كذا ستوري، فالستوري الاولاني هديله البوزيشن 0 والستوري الثاني هديله البوزيشن 1. طيب يبقى كده بدانا نشوف الداتا اللي احنا بنتكلم عنها. الاليفيشن، ادي الاليفيشن اهو بقى كام؟ الاليفيشن بتاعه 300 اللي هو 300 مللي. طب تعالى نفتح كده تاني، دي كده الداتا الموجوده في الايف سي اونر هيستوري. طيب تعالى نفتح البيلدينج ستوري ده. طيب الكونتينز اليمنت، بدات اشوف هنا على الداتا تاني هيت الموجوده بتاعتي اللي بنتكلم عليها بتاعت التوب ليفل. طيب تعالى نفتح الاي اف سي كونتين ريليتد اليمنت. هنا الاي اف سي كولوم ستاندرد كيس. الاي اف سي كولوم ستاندرد كيس اللي احنا وصلنا لها دي هي دي اللي بتعبر عن الريبريزنتيشن بتاع الكولوم في الاي اف سي. يعني ايه؟ يعني انا لو انا عايز اعرف كولوم في الاي اف سي يبقى التايب بتاعه هيبقى من نوع اي اف سي كولوم ستاندرد كيس. طيب تعالى نكمل نفتح الكلام ده. ريليتيف بليسمنت اي اف سي 2 دي بليسمنت، طبعا هنا من اسمها كده اي اف سي اكسس 2 دي بليسمنت 3 دي، هو هنا بيتكلم على اللوكيشن والاكسس والريفرنس دايركشن اللي هو الدايركشن بتاع العمود ده. هنا الجزء بتاع الجيومتري ان انت بيبقى ليك كوردينيشن وفي دايركشن انت رايح عليه، تمام؟ فهو موصفه في الاي في الاي اف سي اكسس 2 بليسمنت 3 دي. طب الريبريزنتيشن هتلاقي انت عندك حاجه هنا اسمها ريبريزنتيشن، هنفتحها. طيب هنا بقى عندك اي اف سي ريبريزنتيشن، تمام؟ نفتح بعد كده جواها حاجه اسمها الايتيمز. جاب لي حاجه اسمها اي اف سي اكستروتد اريا سوليد. الناس بتاعت الجيومتري يقول لك انت لما تيجي توصف جيومتري في انواع من توصيف ال 3 دي جيومتري، زي الكونستراكتيف مثلا، زي الترايك كونستراكتيف. والطريقه اللي هي الاكستروتد. الاكستروتد بمنتهى البساطه اللي في الدنيا هي بتبقى عباره ان في اريا، عشان كده هو بيقول لك اي اف سي اكستروديد اريا سوليد. انت بيكون عندك اريا وبتعمل الاريا دي ايه؟ وبتعمل الاريا دي اكستروجن، انت بتبدا تطلع بالاريا بتاعتك دي، تبدا تعمل اكستروجن للاريا. طيب فعشان كده هتلاقيها موجوده في تايب في الاي اف سي حاجه اسمها اي اف سي اكستروديد اريا سوليد. هنا جاب لك الدبس 300. يبقى انا دلوقتي لو حبيت من خلال فايل اي اف سي ده اوصل لارتفاع العمود، خلاص انا وصلت لارتفاع العمود اللي هو ال 300. طيب نيجي بعد كده هنا السويبت اريا اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن. هنا بقى بدات تبان لك الداتا بتاعتك، يعني هنا بدات تبان لك الداتا. بص على جنب هنا بيجيب لك كل حاجه، يعني هي بقى دي الميزه بتاعت البرنامج اللي هو الاكس ام ال فيور ده، انك انت لما بتجيب تايب بيجيب لك الانتيتيز بتاعته. طب انا هنا وصلت في السويبت سوليد، طب السويبت البروفايل هنا بكام؟ لقينا البروفايل هنا 40 في 50، ده النيم بتاع البروفايل وده البروفايل تايب. احنا قلنا ان البروفايل هو عباره عن اريا والاريا دي بيبدا يحصل لها اكستروجن، ان انت بتاخد الاريا دي وبتكسترود الاريا ديت. وهنا الاكس دايمنشن والواي دايمنشن، دي الابعاد اللي هي موجوده. الاكس دايمنشن ب 50 والواي دايمنشن ب 40. طب لو انا رحت كده عدلت، يعني مثلا خليت الواي دايمنشن دي ب 1000 مثلا كده بالمنظر اللي انا عملناه ده، وقمت عامل مسيف كده. طيب عمل ريفورماتنج، خلاص ادي الواي دايمنشن بقى بكام دلوقتي؟ ادي الواي دايمنشن ب 1000. طيب تعالى كده تخيل معايا لو احنا رحنا فتحنا فايل اي اف سي ده، التول بتاعه هيتغير ولا لا؟ يعني لو رحت على الفايل بتاع الاكس بيم اكسبلورر ورحت فتحت الفايل اي اف سي اللي انا معدل فيه ده، التول بتاعه هيتغير ولا مش هيتغير؟ تعالى نفتح مع بعض كده الفايل ده على الاكس بيم اكسبلورر ونشوف. واضح كده اهو. بص ادي البص كده الواي دايمنشن، فالعمود اللي هو كان 40 في 50 بقى بالمنظر ده. انا مش عارف اذا كان هو ده بان في الشير سكرين، فخليني اعمله تاني معاكم. ظهر معانا تمام. تمام، تعالى نفتحه كده مع بعض. نروح مثلا هنا على الاوبن تاني عشان الناس كده، ونروح على ده الفايل بتاع الاكس ام ال اللي احنا شغالين عليه بمنتهى البساطه. لو اروح اعمل اوبن كده اهو جاب لي الفايل اتعدل، يعني شفت الجيومتري بتاعتك اتعدلت. لما عدلت ايه؟ لما عدلت الداتا. عشان كده بنقول ان الاي اف سي هو بيبقى عباره عن تعديل في الداتا اللي احنا بنتكلم عليها. في داتا موجوده جوه الفايل احنا بنبدا اننا نعدل عليها، ده الموضوع بمنتهى البساطه. طب السؤال بقى دلوقتي، هو هل انا عشان اجيب داتا ولا اعدل في داتا ولا ابديت في داتا هضطر ان انا كل شويه بقى افضل امشي ورا الكلام دوت وافتح واقفل؟ لا، ما بنعملش كده. امال بنستخدم ايه؟ بنستخدم السي شارب وبنستخدم اللايبرري بتاعت الاكس بيم عشان خاطر نبدا اننا نحاول نأدت في الداتا بتاعتنا. طيب تعالى نشوف ازاي نعمل الكلام ده. انا هرجع هنا على الفيجوال ستوديو تاني.
خلاص انا مش عايز الستيب موديل ده دوت سيف از، انا مش عايزه دلوقتي. انا بس الفكره هنا، انا كل انا هعمله ان انا هوريك ازاي ان انت تاديت في الفايل باستخدام السي شارب. يعني هوريك حاجتين، يعني انت تاديت، وان انت تاديت الفايل ده، وبعد ما هاديت الفايل باستخدام السي شارب هنبدا نفتحه على الاكس بيم اكسبلورر تاني، ونبدا نشوف هل التعديل ده سمع ولا التعديل ده ما سمعش. طيب احنا دلوقتي بنشتغل على ايه؟ احنا دلوقتي عايزين اي فايل اللي هنشتغل عليه؟ لا احنا عايزين نشتغل مش على الفايل اللي هو السمبل كولوم ده، لا احنا عايزين اللي هو الفايل بتاع الاكس ام ال. فتعالى نشيل ده كده ونحط الفايل بتاع الاكس ام ال كده، ده الفايل المفتوح قدامنا دلوقتي. فانا هروح كده ابدا باستخدام السي شارب ان انا ابدا اجيب مجموعه العمدان اللي انا عايز ان انا اديت فيها. طيب تعالى بص كده، ادي قلنا ستيب موديل، احنا قلنا ان الاي سي بيتعامل بايه؟ بيتعامل بمبدا الانستنسز، واروح اقول انستنسز، وبعدين هبدا اروح اجيب التايب. طب ايه بقى التايب اللي انا هلاقي فيه الاكس دايمنشن والواي دايمنشن؟ اعرف التايب ده منين؟ طيب تعالى كده اوديك على الفايل عشان نشوف نعرف التايب ده منين. احنا كنا واقفين هنا على التايب ده. ايه التايب بقى؟ التايب ده كان ايه؟ بص كده على التايب اللي هو مديهولك هنا، قال لك اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن. يبقى انا لو انا بالسي شارب قدرت امسك الاي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن، بالتالي هلاقي جواه الاكس دايمنشن والواي دايمنشن، اقدر وقتها ان انا اعدلهم. فهو ده اللي احنا هنعمله. يبقى احنا هنيجي هنا في الفيجوال ستوديو ونقول ان احنا عايزين نمسك حاجه من تايب اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن. طبعا هنا اللايبرري بتاعت الاكس بيم هي عامله الموضوع بتاع المابنج. ايه ده؟ حاجه في السي شارب هنا اسمها الانترفيس. فهو انت بيتعامل بالسي شارب الانترفيس، لكن لما انت تقول له اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن، ده بالنسبه للسي شارب حاجه اسمها انترفيس، لكن بالنسبه للفايل بتاع الاكس ام ال هو هيروح يجيب الداتا دي من جوه فايل الاكس ام ال. طب اجيب لك ايه؟ يعني دلوقتي انت بتقول لي هات لي كل الحاجات اللي من نوع اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن. طب ايه بقى الحاجه اللي انا اجيبها لك؟ يعني اجيب لك اني، ما انت ممكن العمدان يكون 40 في 50 و40 في 60، عندك تايبس كتيره، فانا بالتالي هنا محتاج اسيرش على التايب اللي هو كان في كام. الو ايوه الو سامعني كده؟ ايه سامح حضرتك اتفضل. تمام نرجع نكمل. فبالتالي انا هنا بجيب العمدان او بجيب هنا الجروب بتاع الكولوم الموجود. انا هنا قلت اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن، جبتها منين؟ جبتها من الفايل بتاع الاكس ام ال. طب انت عايز تجيب ايه؟ انا عايز اجيب العمدان اللي البروفايل بتاعهم 40 في 50. فبنستخدم حاجه في السي شارب هنا كويري، جمله اسمها وير. الوير دي بتبقى اصلا موجوده في السي شارب. فانا عايز اجيب الحاجه اللي البروفايل نيم بتاعها، بعمل حاجه كده، لو جيت كملت هلاقي موجود معاها البروفايل نيم، عشان الاي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن موجود معاها بروفايل نيم، وهو دي متهندله جوه الاكس بيم لايبراري. ايكوال ايكوال، انت عايز سيرش على ايه؟ انا عايز سيرش على حاجه 40 في 50 بس كده. هتجيب لك لسته من كل العمدان اللي البروفايل نيم بتاعهم كان في كام؟ 40 في 50. عشان كده دايما بنقول ان الانتجريشن ما بين السوفت وير ديفلوبمنت وما بين مجال البيم وما بين مجال الانجنييرنج بشكل عام، لازم تكون انت عارف بروجرامنج اصلا كويس بعيدا عن المجال. هو الناس اللي عامله الاكس بيم لايبراري عاملاها بتكلم ناس سي شارب ديفلوبر هيقدروا يستخدموا المكتبه دي. طيب دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الف على العمدان دي واعدل عمود عمود. فنقدر نعمل اللفه دي من خلال حاجه اسمها فور اتش لكل كولوم موجود في الكوليكشن بتاعتي اللي هي اسمها اديت كولومز ديت. طيب تمام، كلام جميل. عشان تاديت حاجه في اي فايل في الدنيا، سواء بقى كان ريفت حتى في الريفت اي بي اي او حاجه، بنستخدم مبدا حاجه اسمها الترانزاكشن. الترانزاكشن ده ليه قصه كده، ولكن خلينا دلوقتي نقول ان الترانزاكشن ده عشان ابديت حاجه في الفايل. انا همسك الفايل ده عايز ان انا ابديت فيه شويه حاجات. طيب بنعمل ايه؟ بنفتح ترانزاكشن تاني. انا بقول الناس اللي مش عارفه سي شارب مش مشكله، انا بس عايز اوريك الريزلت دلوقتي. لما تبدا تتعلم سي شارب كويس وتتعامل مع الاكس بيم لايبرري هتلاقي الموضوع بالنسبه لنا سهل يعني. فانا كده فتحت ترانزاكشن، فانا هنا عايز اقول ان العمود ده دوت اكس دايمنشن مثلا، انا عايز اخلي مثلا الاكس دايمنشن بتاعتي ب 1000 مثلا، وعايز اقول ان الكولوم ده دوت واي دايمنشن انا بابديت دلوقتي ايكوال 1000 مثلا كده. لو انا كده مثلا، لو انا عايز اجيب كل العمدان اللي البروفايل نيم بتاعهم 40 في 50 واخليهم 1000 في 1000، هعمل الطريقه دي. طيب طبعا كمان ما تنساش تعدل البروفايل نيم،
يعني انت خليتها 1000 في 1000 مثلا، خلي بروفايل نيم 1000 في 1000. ليه؟ عشان لما ترجع تفتح ده على الساب تاني يقوم هو مابديت البروفايل نيم، ما تلاقيش انت بروفايل نيم 40 في 50 وتلاقي البروفايل نيم، لما تروح تفتح على الساب تاني تلاقي البروفايل نيم متغيره. والبروفايل نيم دي بتاخد حاجه من نوع سترنج. طيب هنا ايه الفكره، او ايه الحاجه اللي بتحصل هنا؟ خلاص هو كده انت بتاديت في الداتا بتاعه الاي اف سي. طبعا الترانزاكشن ده بيبقى ليه حاجه اسمها كوميت، تمام؟ فهنا بمنتهى البساطه، طب دلوقتي تخيل معايا لو انا حبيت اجي اطبع مثلا هنا ان قبل الفور اتش دي مثلا، حبيت اروح اطبع الاكس دايمنشن والواي دايمنشن بتاعت كل كولوم قبل ما يعدلهم. طب تعالى نروح نطبعها هنا، يعني انا مثلا هاجي هنا كونسول دوت رايت لاين وهطبع مثلا الكلام ده، هقول مثلا كل كده. انا بعمل ايه في الخطوه دي؟ انا في الخطوه دي عايز قبل ما يابديت مثلا الداتا بتاعت كل عمود عايزه يطبع لي الدايمنشن، يعني يقول لي والله الاكس دايمنشن بتاعتك قبل ما تعدل كانت كذا بس. طب دي الجمله دي معنى السطر ده معناه ايه؟ معناه كده ان انا ببدا ان انا اكستراكت داتا من الفايل بتاع الاي اف سي، وبعدين هبدا ان انا اعمل ايديت. يعني انا هنا هروح اكستراكت الداتا، وبعد الاكستراكشن بتاع الداتا هبدا ان انا اعمل ايديت في الفايل بتاع الاي اف سي. بعد ما اكستراكت الداتا ديت خلاص، وانس ان الداتا دي بقت معايا، اقدر بقى انتجريت الداتا ديت، كانت بقى اكس دايمنشن، كان طول، كان عرض، كان ارتفاع، كان كوانتيتي، كان سكادول، كان اي حاجه في الدنيا. تقدر انك انت تاخد الداتا دي خلاص بقت معاك في السي شارب، وانتجريت بقى مع الابلكيشن بتاعك، تقدر تاخدها وتكستراكت الداتا وتروح تعمل بيها حاجه في الريفت، في الاي، في الساب، في الايتابس، براحتك. لان هي خلاص الاي اف سي لحد هنا الدور بتاع فايل الاي اف سي ده انتهى خلاص، هو جاب لك الداتا، عرضها لك، نقلها لك، فيبقى كده الدور بتاع فايل الاي اف سي ده انتهى. لو جينا عملنا رن كده للابلكيشن، بص قال لي ايه؟ كولوم اكس دايمنشن بيفور اديتنج 50، ال 50 هو فعلا كان 50، يبقى ده اسمه ايه؟ داتا اكستراكشن. كده انا قدرت اجيب الداتا، انا عرفت ان قبل ما اعمل اديت كان الاكس دايمنشن ده 50. طيب لو جيت كده قفلت، يعني هقفل الكلام ده كده ونروح على الاكس بيم اكسبلورر. طبعا هو ده عشان الفايل ده مفتوح. ثواني اهو ده القديم. تعال نفتح هو كده ايه اللي باين؟ كده باين الفايل بتاع الاكس بين اكسبلورر صح؟ الاكس ام ال فيور. اللي هو مايند فيوجن اكس ام ال. تمام. هشوف بس هو عمل ابديت ولا لا. هشام مصطفى، هل حضرتك غيرت نعم. البعد فقط؟ غيرت الابعاد بس. تمام. تمام، تعالى نفتح كده تاني.
تمام، تعال نشوفه كده، عدل ال عمل ابديت ولا لا، ولو ما عملش ابديت تعال نشوف بقى ليه ما عملش ابديت موجود فيه. فهتعالى نفتح كده ال IFC Decomposed by، البروفايل نيم ما تعدلش، هو هنا ما عملش التعديل، هو كده موجود على التعديل القديم. فانا هرجع اشوف في الفيجوال ستوديو ليه هو ما عملش التعديل ده. كده الفيجوال ستوديو ظاهر. الفيجوال ستوديو ظاهر. لا مش باين، مش مهم. طب ثواني كده، تمام كده، تمام. تمام كده. طيب انا اللي انا هراجع تاني على اللي انا عملته، انا رحت جبت اديت كولومن وبعدين بدات اعمل اديت في الاكس دايمنشن والواي دايمنشن، خليتهم 1000 وخليتهم 1000، وعملت البروفايل نيم وعملت الكوميت بتاعتي. السطر اللي انا نسيته هنا ان هو انا ما سيفتش اللي انا عملته. انت عملت كل حاجه وعملت الترانزاكشن، بس لما البرنامج قفل ما انت ما فيش سيف حصل، يعني انت ما سيفتش الفايل اللي انت عملته، وبالتالي طالما انت ما سيفتش الفايل ده يبقى كل الايديت ديت هيحصل لها رول باك تاني، خلاص مش الايديت دي مش هيحصل لها كوميت. وهو يمكن ده السطر اللي انا نسيته، وعشان كده الابديت اللي احنا عملناه 1000 في 1000 ده ما سمعش. طب نسيف الكلام ده ازاي؟ هروح كده زي ما انا عملت ابديت للموديل، لما زي ما حولت الاكس ام ال، فامرام هعمل ستيب موديل دوت سيف اس، وهاجي هنا عشان اوضح لك الفرق اللي كان موجود ما بينهم. هاخد مثلا الفايل ده او نفس الباص ده كده، بس مثلا عشان يبقى الموضوع اوضح شويه، بدل ما سيمبل كولوم هسميه سيمبل كولوم ابديتد. انا هنا ايه كاني بقول ان انا العمود ده انا بعمل له ابديت، هو ده السطر اللي ناقص، ان انا كنت ناسي، عشان كنت ناسي ان انا ابديت، ان انا اعمل سيف للابديت اللي حصل. فبالتالي هو اوريدي عمل ابديت في الفايل، بس طول ما انت فاتح يعني خلاص الفايل كده حصل فيه ابديت. طالما انت ما سيفتش خلاص ولا كأن الابديت ده حصل، اول ما انت تقفل الفايل بتاع الاكس ام ال الابديت ده مش هيسمع. طيب يبقى انا كده اللي انا عملته ان انا رحت عملت سيفت الفايل ده تاني. طيب لو جيت انا رحت دلوقتي على الاكس بيم اكسبلورر اللي هو ده، تمام، ورحت عملت فايل ورحت عملت اوبن، لحظه هو في ايه؟ طيب هو طيب هروح دلوقتي اعمل ران تاني. هو تقريبا انا في حاجه عندي مش عارف ليه مش مظبوطه، بس انا هعمل ران تاني كده، تمام كده عمل ران. فالمفروض دلوقتي ان انا اروح الاقي الفايل بتاع الاي اف سي كولوم ابديت ده موجود. فانا دلوقتي هروح على الاكس بيم اكسبلورر تاني، وهعمل فايل وهعمل اوبن، ثواني عشان نوضحه. واعمل فايل واعمل اوبن. خلاص اهو لقيت الفايل بتاع السيمبل كولوم ابديتد. انا مش عارف ليه، يعني ليه في اول مره ما اتعملتش، بس هو انا
سيفت دلوقتي وبقى عندي الفايل بتاع السمبل كولوم ابديتد كده، كريت لي فايل جديد. انا خليته وانا بكريت ان هو كرييت الفايل الجديد. طب هو ينفع نعدل على الفايل القديم؟ يعني مثلا ما كنتش عملت سمبل كولوم ابديتد وكنت عملت سمبل كولوم بس، عادي جدا، هيعمل حاجه اسمها اوفر رايت، هي اوفر رايت على الفايل القديم. ولكن انا بس كده حبيت اوريها لك عشان نبدا مثلا نفتح السمبل كولوم ده اللي هو القديم، اللي احنا الفايل القديم اللي احنا ما يعتبر ما عدلناش فيه الدايمنشن. لو عملنا اوبن عليه هتلاقي نفس الكلام اللي احنا كنا معدلينه، كنا مدين الواي ب 1000. طيب لو رحت دلوقتي بقى فتحت الفايل الجديد اللي هو الاوبن، الفايل الجديد اللي انا مكريته دوت، وعملت سمبل كولوم ابديتد ورحت كده عملت اوبن، كده بدا بقى ادي الاكس بقت ب 500 وادي الواي بقت ب 500، الاكس ب 1000 والواي ب 1000. طب دي احنا جبناها منين؟ الاكس ب 1000 والواي ب 1000 دي جبناها من هنا، ان انا دلوقتي بقى عندي ال عشان انا عاملها ب 1000. لو رحنا بقى دلوقتي على الفايل اللي هو بتاع السمبل كولوم ابديتد ده ورحنا فاتحينه بال اكس ام ال فيور، نفتح بقى تاني كده. انا بس متعمد ان انا افتح معاك حاجه عشان تبقى انت شايف الدنيا الفايلات بتفتحها ازاي. طبعا كل حاجه انت هتعطل فيها هتاخد الحاجه اللي انت عايزها وتقوم رايح تسيرش عليها. طبعا انت ممكن تسيرش على طول، يعني انت هنا هو عنده كنترول فايند وبيسيرش على طول لو انت حابب تسيرش على طول. طيب انا بس عايز اوريك التعديل يبقى باين من غير ما نروح على سيرش مره واحده. فتعال نروح كده للاي اف سي بيلدينج ستوري وبعدين نروح للكونتيننج اليمنت و ريليتد وادي الكولوم ستاندرد كيس. خلاص احنا وصلنا لها اللي هي بتعبر او الاوبجكت اللي بيعمل ريبرزنتيشن للكولوم، وادي الريبرزنتيشن، وادي هنا الاي اف سي شيب ريبرزنتيشن، وادي الايتمز اكسترودد اريا سوليد تمام والسويبت سوليد. بص خلاص كده اهو البروفايل نيم بقى 1000 في 1000 والاكس دايمنشن بقت ب 1000 والواي دايمنشن بقت ب 1000. هل الكلام ده انا معدله بايديا؟ لا الكلام ده ما عدلتوش بايديا. امال الكلام ده عدلناه فين؟ الكلام ده عدلناه هنا لما وصلنا للفيجوال استوديو وعدلناه. طيب ليه اول مره لما انا عدلت الكلام دوت ما سمعش في الفايل؟ لا هو الحقيقه هو سمع في الفايل، بس انا عشان كنت ناسي السطر بتاع السيف اس ده، يعني كنت ناسي ان انا اكتبه، فبالتالي هو عمل التعديل بس انا كانك ما سيفتش، كانك بالظبط وانت شغال على الفايل كتبت عمال تكتب في الفايل وفي الاخر بعد ما انت كتبت وعدلت قمت قافل الفايل بس انت ما سيفتوش، فعشان كده الفايل ما حصلش فيه ابديتد. بس هو ده كده الفكره العامه المقصوده بين الاي سي وازاي ان انت تكستراكت منه الداتا وازاي انك انت تابديت داتا باستخدام فايل اي اف سي. فالطريقه دي تقدر باستخدام السي شارب طبعا وباستخدام الاكس بيم لايبراري. طبعا الاكس بيم لايبراري هي لايبراري اوبن سورس الناس بتخش وبتشير فيها وبتطور فيها يعني بشكل كبير، فان شاء الله نبقى نشوف ناس بعد فتره كده من الناس اللي تتعلم سي شارب وتتخصص في لايف سي ان هي تبدا تشير في تطوير حاجه زي كده، هي حاجه فور فري وعاملها مجموعه بس كده من الديفلوبر من الديفلوبرز، يعني مش حاجه بفلوس يعني، ولكن بنستخدمها بشكل كبير سواء لو انت بتعمل ديسكتوب ابلكيشن عشان خاطر تكستراكت الداتا بتاعه الفايل بتاعه لايف سي زي ما شفنا هنا ان انا قدرت اطبع القيمه قبل ما انا اعملها تعديل، او ان انا ابدا اديت في الفايل بتاع الاي اف سي. لكن الميجر ابلكيشنز يعني انت بتستخدمها علشان تريد داتا من الاي اف سي فايل. ده كده اللي انا يعني حبيت اقوله في المحاضره ديت. وطبعا هتلاقي هنا مجموعه من اللينكس في الاخر بتاعت البرزنتيشن ممكن ابقى ارفعها لكم. اللينكس دي هي اللي فيها كل حاجه انا جايبها بقى اللي هو اللينكس كلها، ولو انت عايز تعرف اكتر عن الام في دي والاي دي ام والاي اف سي، وكمان هحط لك هسيب لك اللينك بتاع الاكس بيم لايبراري والاكسبلورر لو انت عايز تبدا تشتغل على القصه ديت. بس طبعا عمرك ما هتبدا تشتغل عليها الا لما تبقى انت شغال بروجرامنج الاول بشكل قوي. يعني انا كده بالنسبه لي المحاضره يعني اللي انا عايز اقوله او اللي انا عايز اوصله وصلته. فلو حد عنده اي سؤال او اي حاجه انا تحت امرك يعني، وبعتذر عن الخطا اللي حصل. الف شكر يا باشمهندس صفا، جزاكم الله كل خير. كان في حد سال ايه الفرق بين الاي اف سي 1 و2 و3 و4 اصدارات تطوير تمام. تطوير في السكيما يعني انت النهارده انت حتى لما بتيجي تصدر بيقول لك انت عايز تصدر اي اف سي 2 باي 3 ولا انت عايز تصدر اي اف سي 4؟ ايه اللي انت عايز تصدره 2 باي 3؟ طب الافضل ان انا اصدر اخر حاجه اللي هو 4 مثلا. مش شرط لان في سوفت ويرز لسه ما عملتش ابديتنج يعني على حسب المفروض الحاجه دي في الاول بتيجي في البروجكت يعني بتيجي في السبيسيفيكيشن بيقول لك ايه الاصدار اللي بتشتغل عليه اللي بيكون كومباتبل مع
السوفت ويرز اللي موجوده في البروجكت ده. يعني مش دايما إن لان الموضوع بيبقى الحركه فيه بطيئه جدا، لان هو ما فيش حاجه بتلزم الشركات دي. يعني ايه اللي يلزم الشركه بحاجه زي كده؟ ما فيش. فان هو يطور ويابديت مع نفسه وبتاعه مش عارف ايه، ف يعني فسواء بقى 2 2 باي 3 او 4 في الاخر هتشتغل معاك. بس دلوقتي معظم السوفت وير فعلا عملت ابديت على الاي اف سي رقم 4 السكيما الرابعه يعني اللي هي الفيرجن 4 يعني. طيب البلندر بيم ايه رايك حضرتك فيه؟ انا ما اشتغلتش على البرنامج ده قبل كده، ف يعني تمام. رايي من حيث ايه يعني، ايه رايي من حيث ما يعني اعرفش والله، هو السؤال جاي كده على الشات. يعني ايه رايي في البلندر ده؟ برنامج بتاع 3 دي جرافيكس، ده اللي اعرفه بس. فهو ايه علاقته يعني، او ايه علاقته باللايف سي اعتقد ان بس؟ في اداه بتتسطب جوه البلندر اسمها بلندر بيم. تمام ماشي. ما هي كل الادوات دي كلها فكرتها ان هي لو الاداه دي بتتصدر انا ما اعرفهاش بصراحه، ما اتعاملتش معاها قبل كده، بس هي نفس الفكره اللي احنا بنتكلم فيها ديت. هتلاقيها بتاخد الداتا من اللايف سي وبتكريت بيها 3 دي موديل، زي بالظبط ما الاكسبلورر بيعمل. الاكسبلورر بيعمل نفس القصه دي، بياخد الداتا من الاي سي ويرسم لك 3 دي موديل. تمام. طيب باشمهندس كريم او باشمهندس خالد؟ لا تمام. حضرتك سامع صوتي؟ تمام انا سامعك. تمام. طيب انا عندي سؤالين سرعة. فكره الاي اف سي فايل، هل هو اصلا يعني حضرتك قلت ان هو بيكون مدعوم من اوتو ديسك، او اوتو ديسك خلاص بقت تدعمه في برامجها؟ فهل السيفت 3 دي لو حضرتك يعني عندك معلومه عنه، هل هو بيقدر يتعامل مع الاي اف سي فايلز، ولا الاي اف سي فايلز مختصه اكتر بالكونستراكشن؟ هي فور يعني فور داتا انتر اوبرابيلتي، والاكتر اكتر استخدامات الاي اف سي بتبقى فور بيم، يعني ما بتبقاش فور كاد. يعني اكتر استخداماتها بتكلم على المشاريع اللي اشتغلت فيها، يعني انا معظم المشاريع اللي اشتغلت فيها كانت بتستخدم فور بيم، يعني بتبقى بتستخدمها تمام. عشان خاطر التكنيك ده. طيب فكره الاي اف سي عامه، هل هو بيعمل ابديت لنفسه ان انا مثلا لو غيرت حاجه في الموديل اللي هو في الساب او في اي اما برنامج او اول ما تعمل سيف، زي ما انا عملت بالسي شارب كده. انا بدات ما سيفتش، اما تسيف بيه ابديت، هو ده اللي الريفت بيعمله. اول ما تسيف وتصدر هي ابديت بس. فكره ان انا اصدر، يعني كل شويه لازم فعلا اصدر من الموديل لو انا غيرت في الموديل الاصلي او في الملف الاصلي اللي هو بتاع الساب طبعا او بتاع هتغير. تمام لان هو في تمام الاخر هو مش هيبقى ما حسش بالتعديل. لان هو الفكره ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان برنامج زي الساب او برنامج زي الريفت اللي بتيجي تصدر اي اف سي بيبدا يسحب الداتا من الموديل ويحطها جوه السكيما. يعني بيبدا يسحب الداتا من الموديل بقى، سواء موديل الساب او موديل الريفت، بيسحبها ويحطها جوه السكيما بتاعت الاي اف سي اللي هي متعرفه عنده. وبرده في نقطه ان دايما الاي اف سي بيبقى فيه مشاكل على فكره، يعني انت ساعات ممكن تصدر فايلات من الريفت توديها على الساب او التابس تضرب او يكون فيها مشاكل. ليه؟ المجال زي ما بقول لك هو مش حاجه ملزمه للشركات بس، فممكن يكون في مشاكل. هنا بقى بيبان بقى فكره الديفلوبمنت بقى، وقتها انت مثلا بتضطر تتدخل عشان خاطر تخلي او تحل المشاكل بالكود. يعني مثلا تطلع فايل اي اف سي ده مثلا من الريفت، فلو فايل اي اف سي ده مثلا عايز تستقبله على التكله مثلا، ممكن يبقى في مشاكل ما بين الريفت والتكله، فبتبدا انت تشتغل بقى بالكود وبالسي شارب في ان انت تابديت شكل فايل اي اف سي بما يتناسب مع الانبوت اللي التكله ممكن تقبله عشان ترسم بيها الموديل ده. تمام جدا. تمام، متشكر جدا ليك. تحت امرك. شمس خالد. الو، اتفضل. حضرتك اتفضل. كنت عايز اسالك في سؤالين بس. اول حاجه، هو حضرتك كنت قلت ان الاي اف سي فايلز بتعمل لهم كودنج بالاكس ام ال او السيكوال. هل بالسيكوال بتاخد نفس السيكونس من السي شارب بتعمل له بروجرامنج بنفس الطريقه؟ يعني انا السيكوال لا، السيكوال ده يعني التعامل مع السيكوال ده موضوع تاني، لكن انت اللايبراري اللي بتعمل بيها بالسي شارب دي هي معموله التعامل مع الستيب والاكس ام ال. تمام. طب سؤال تاني بقى، بالنسبه للسي شارب، انا بعد ما بتعلم سي شارب مفيش حاجه يعني بعد بقى ما اتعلم سي شارب؟ يعني انا بتعلم اللي الانستراكتور بيديهولي، اللي هو مثلا هتعمل فانكشنز هتعمل كذا، اما بقى الحاجات اللي هي الاكسترا دي اللي انا اقدر استخدمها في شغلي مش البيزكس، اتعلمها منين؟ بص، المجال ده خلينا نتفق ان هو مجال جديد. هو مش مجال جديد، هو المجال ده فكرته كلها قايمه على فكره الريسيرش، يعني نقطه تبقى انت عارفها. المجال ده مجال بنسميه ار ان دي، ريسيرش اند ديفلوبمنت. الديفلوبمنت بتاعه 5%
والريسيرش فيه 95%. يعني انا مثلا عشان اكتب لك السطر اللي هو بتاع اي اف سي بروفايل ديفينيشن مثلا او اي اف سي ريكتانجل بروفايل ديفينيشن واقول لك ان الانستنس ده هو اللي جواه الاكس دايمنشن والواي دايمنشن واعدلهم لك في سطرين ثلاث سطور، انا حاجه زي كده مثلا ممكن اكون قعدت فيها شهر مثلا عشان خاطر تقدر انك انت تعرف ان التايب ده هو اللي جواه الاكس دايمنشن والواي دايمنشن. فهي الحاجه دي بتيجي منين؟ بتيجي بالسيرش. يعني بالذات اي اف سي هو اقل المجالات فيها ماتيريال، يعني اقل مجالات فيها ماتيريال هو الفايل بتاع او الدومين بتاع الاي اف سي، ده يعتبر من اقل الحاجات اللي فيها ماتيريال ممكن انت تدعمها. فالموضوع بيكون قايم بشكل كبير على فكره الريسيرش، انك انت تقعد تدور وتبحث وليه مصادر بس ملوش كورس يعلمك اي اف سي بشكل يعني هو ممكن يكون في كورسات اي اف سي بس اللي هو ايه بتدي لك البيزكس بتاعه الاي اف سي، انت شفت شكل انت حجمها عامل ازاي وبتبدا انت بعد كده بقى تسيرش تتعامل. اللي بيعلم دايما المشكله، يعني انت مثلا سي النهارده بتعمل تصدير فحصل مشكله، فبتحاول بقى تبدا تفكر تحط المشكله دي في دماغك وتحل المشكله دي انت ازاي. فده انت عشان كده المجال ده شغل الريسيرش فيه اكتر بكتير جدا من الديفلوبمنت. زي الريفت اي بي اي مثلا، الريفت اي بي اي انت بتتعلم او الساب اي بي اي او الاوتوكاد اي بي اي، اسهل حاجه بتتعلم ازاي تكلم اللايبراري، لكن بقى عشان تنفذ حاجه معينه او عشان تحل مشكله معينه لا، الموضوع بياخد منك وقت كبير في السيرش بس. لكن الديفلوبمنت والبرمجه هي الجزء الاسهل فيه، لكن ده معناه، لكن ده مش معناه انك انت تهمل البرمجه او انك انت يبقى عندك بيزكس. لو انت عندك بيزكس بالسي شارب ولا تعرف تعمل اي حاجه، لا انت عايز مستوى ادفانسد، مستوى قوي، حد فاهم لغه البرمجه ومتمكن منها بشكل كبير. يعني حضرتك شايف مثلا في السي شارب عشان ابقى شويه ادفانسد فيه، بعد ما اتعلم سي شارب لازم اتعلم اوبجكت اورينتد بروجرامنج طبعا، واكون فاهم داتا ستراكشرز والالجوريثم لنفسي، يعني اكون فاهمها عشان طبعا اعرف احل المشاكل وكده، وبعد طبعا كده الريسيرش اللي انا هعمله على اي مشكله تقابلني بعد من اوفر سايت او الحاجات دي، واللينك حاجه تقنيه مايكروسوفت اسمها لينكيو، وتبدا تاخد بقى ازاي بقى تتعامل مع الاكس ام ال لوحده، يعني تتعامل ازاي مع الاكس ام ال من غير بعيدا عن اللايف سي، ازاي تتعامل مع فايل اكس ام ال، ازاي تتعامل مع فايل داتابيز، القصه دي. تمام ماشي، شكرا جدا حضرتك. باشمهندس محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في البدايه احب اشكرك على المحاضره الجميله هذه. طبعا كاحنا كاف ام كونسلتنت يعني يجونا كثير من الموديل، يعني من مختلف الموديل يجونا عن طريق الاف اي اف سي، انجينيرنج الكتريكال بلامبنج وات ايفر يعني. لكن المشكله اللي عندنا احنا نواجهه في بعض البارامتر يعني من اي اف سي، ونحط ونرجع ندور لها في امبورت للرافت وندور لها بايند يعني. لكن نواجه في مشكله ان بعض البارامتر غير قابله كتعديل بحكم نحن اف ام كونسلت، ونحتاج نعدلوا المعلومات او الانفورميشن الموجوده انسايد البارامتر. فلاحظوا ان بعض البارامتر تحديدا لبعض الاوبجكت انها غير قابله للتعديل، فهذه فتواجه فينا مشاكل ان نحاولوا ندروا يعني ندور لها امبورت كبارامتر ونعاودوا ندور لها اكسبورت بموديل يعني او رافيد موديل. تمام. فكيف نعالج الطريقه هذه من غير ما توفرنا وقت كثير؟ يعني كيف نحاولوا او كيف نقدروا ان نعدلوا الداتا الموجوده في البارامتر اللي موجود اللي اخذناها من الاي اف سي؟ زي ما انا في السيشن عدلت الاكس دايمنشن والواي دايمنشن باستخدام السي شارب. فانت الفكره كلها ممكن تكونوا محتاجين يكون معاكوا ديفلوبر يعني يعمل ابلكيشن يعني تدي له البارامترز اللي انت عايز تعدلها، فهو بيعدل في الفايل على طول. يعني هي بالبرنامج هي المعلومات موجوده. ايوه انت عايز تعدل المعلومات موجوده، انا اللي انا فاهمه ان انت عايز تابديت تعدل حاجه. إيه. تعدل بارامتر صح؟ اكيد كده. بس ما هو ده اللي احنا يعني انا في السيشن دلوقتي، ما انا اخدت مثلا بارامتر زي الاكس والواي عدلتهم من غير ما افتح ريفت ومن غير ما افتح ساب ومن غير ما افتح اي حاجه بالسي شارب، قدرت ان انا اديت. فهو انت اللي انت محتاجه دلوقتي ان حد يعمل ديسكتوب ابلكيشن وتبلغه والديسكتوب ابلكيشن ده تبلغه فيه البارامترز اللي انتوا عايزين تعدلوها اللي انتوا تعملوا فيها اديت. فهو الفكره كلها هتدي له فايل اي اف سي هيقراه، هتبلغه البارامترز اللي انت عايز تاديت فيها، هي بمنتهى السهوله جدا هيعمل يعني هيصمم ابلكيشن بسيط هيعدل في البارامترز دي ويسيف خلاص، يبقى انت معاك فايل اي اف سي ده ابديتد بالداتا الجديده والبارامترز الجديده، تقدر تاخده تفتحه على البيم موديل هتلاقيه ابديتد، لان هو بيعدل في الفايل اللي هو الداتابيز نفسه اللي كل البرامج بتخش تقرا منه.
بمنتهى أنا البساطة أنا هي اتفضل. فاهمك. أنا لكن المشكلة نحن عندنا احنا كداتا بتكون هيوج داتا، يعني لو نعطيها للديفلوبر أو السوفت وير تيم فبياخذ وقت كثير إنه يعالج الأشياء، والأشياء هذه ديما يعني تعالج يعني تعدل دائما مش مرة أو اثنين. فكيف نحن البارامتر، نحكوا على البارامتر هاي كيف نخلوه قابل للتعديل لما نحولوه لريفت، يعني هل في إمكانية نديروا الموضوع هذا أو لا؟ لو انت بتسالني السؤال ده من انت يكون عندك الامكانيه دي من خلال اي اف سي ينفع، ده ينفع، بس لو انت عندك حجم تعديلات كبير فهو مش في يوم وليله. يعني لو انت بقى شركه مثلا وبتشتغل في المجال ده، مش في يوم وليله هتجيب مثلا ديفلوبر يعمل لك ابلكيشن بيهندل كل المشاكل دي، لا هياخد وقت. ليه؟ لان النوعيات دي من الابلكيشنز في مجال الار ان دي بتبدا تكبر. يعني انت مثلا بتبدا تحل لك مشكله سبيسيفيك، وبعدين تحل لك مشكله ثانيه ومشكله ثالثه ومشكله رابعه، فممكن على مدار وقت مثلا يبقى انت الابلكيشن ده خاص بيك انت، كاستمايز ليك انت، ان انت بتعدي الحاجه الخاصه بيك، فيبدا الابلكيشن ده مع الوقت يكبر. لكن امكانيه ان ده يتم، الكلام ده ممكن يتم باستخدام الاي اف سي والسي شارب، ان انا اعدل في الفايل بتاع الاي اف سي من غير ما اروح للريفيت واروح لاي سوفت وير، ينفع، والموضوع بيتم يعني. ويمكن ده جزء من الشغل اللي احنا يعني ده جزء من الشغل اللي احنا بنعمله الفتره الحاليه، ان يعني انا معايا فايل اي اف سي طبعا ان انا اديت في الداتا بتاعته باستخدام السي شارب. اوكي بمنتهى البساطه يعني. شكرا بارك الله فيك. تحت امرك. باشمهندس محمد. السلام عليكم مهندس مصطفى. مهندس عمر، احنا بنشكر جدا الفرصه العظيمه دي ان احنا ناخد بس نولج عن الموضوع. انا بس كان عندي سؤال، احنا شغالين عندنا في الشركه على سيلكشن لاي ار بي سيستم، مش سامع ايه سيلكشن على اي ار بي سيستم، يعني زي الاوراكل و اللي هو الحاجات بتاعه انتربرايز ريسورس بلاننج مثلا زي الساب والاوراكل والكلام ده بالظبط. انا عايز اقول اتفضل انا كان بس السؤال ان انا هل في انتجريشن، هل ان كل الناس تريندنج دلوقتي انها عايزه تعمل انتجريشن ما بين البي مودلز وال والريفت مودلز مثلا والاي ار بي سيستم، بحيث انها توفر على نفسها بقى انها تعمل بريك داون وتدخل الكوست والحاجات دي كلها؟ بص، هو الـ انا هقول لك على فكره، النوعيه دي من الابلكيشن، انا في ابلكيشن كنت شغال فيه من فتره، وفي ابلكيشن تاني مع شركه كبيره جدا في مصر مش هقول اسمها طبعا، بس هما دلوقتي بيبداوا يتكلموا ويشتغلوا ان هو عايز يربط البرنامج بتاع الاي ار بي ده برنامج خاص بحسابات الشركه، يعني بيدير الشركه وبيدير الاتش ار وبيدير الموظفين وبيدير الكلام ده والبروكيومنت والفاينانس وكل ده بالظبط. هو الفكره كلها، هو بيقول لك طب انا دلوقتي انا عندي الداتا بتاعت البيب موديل، الداتا دي احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين انتجريت الداتا ديت مع نظام الاي ار بي. فيبقى السؤال، انت دلوقتي المين بتاعك ايه؟ ايه السوفت وير اللي انت شغال عليه وبتجمع منه الداتا؟ لو انت بتتكلم على سوفت وير زي الريفت، يبقى انا وقتها مش هروح لك قوي ناحيه الاي اف سي، لا انا وقتها الريفت اي بي اي احسن لي. لو انت كشركه الداتا المودلز بتاعتك والبيم مودلز بتاعتك كلها من الريفت، فانا وقتها اقدر اشتغل عليه. اللينك هنا بيحصل فين؟ اللينك هنا مثلا انت عندك زي النظام بتاع مايكروسوفت مثلا، مايكروسوفت اللي هو السي ار ام بتاع مايكروسوفت مثلا ليه اي بي اي تقدر تشتغل من خلاله، والريفت ليه اي بي اي، فانت بتعمل ابلكيشن دوره ان هو يسحب الداتا من الريفت ويرميها على السي ار ام بتاع مايكروسوفت مثلا، فبيتاخد الداتا. الحاجات اللي شغاله كلاود بيز، ايوه، انت مجرد ما انت سحبت الداتا من الريفت موديل خلاص تقدر تبعتها. ده ويب، يعني انت مجرد ما خدت الداتا، يعني هديك مثال على بيم 360، انت دلوقتي بالفورج مثلا تقدر في حاجه اسمها ديزاين اوتوميشن اي بي اي، من الكلاود تقدر ان انت تابلاي حاجه على الفايل بتاع الار في دي بتاعك ده من الكلاود ازاي؟ عادي. نفس الكلام، انت النهارده الفكره كلها في الداتا، انت شفت مثلا ان انا سحبت الداتا من الفايل بتاع الاي اف سي حطيتها في اوبجكت بتاع سي شارب، خلاص كده الاي اف سي او الريفت دورهم انتهى، خلاص ما بقاش ليهم دور. تمام. اقدر انا بعد كده بقى اخد الداتا ديت، في حاجه بقى اقدر بقى ابعتها بقى من خلال بقى الويب، اقدر بقى اعمل اي حاجه انا عايز اعملها، اقدر ان انا اشتغل بيها يعني. ففكره ان انت في الكلاود، طب وقتها، طب انا بقى لو انا عايز اعمل القصه دي اتعلم ايه؟ لا ده انت بقى مشوارك طويل، ده انت بقى عايز تاخد سي شارب الاول، وبعدين تتعلم داتا بيز، وبعدين تتعلم حاجه اسمها اي اس بي دوت نت عشان تعرف تعمل دي الويب فريم ورك بتاعت مايكروسوفت، تتعلمها كل الكلام ده مع الريفت اي بي اي تقدر تشتغل عليه. طب هتقول لي هروح اتعلم بقى الاي بي اي بتاع السي ار ام، ما مش هتعلمه،
طب ما بتعمل ايه؟ بتروح على الدوكيمنت، وده اللي احنا بنعمله، تروح على الدوكيمنتيشن وتشوف انت عايز ايه وتشتغل. فالاي بي اي، الاي بي اي بتاع كل البرامج اللي في الدنيا مفيش حاجه انها انا هعلمك الاي بي اي، لا انا بوريك تستخدمه ازاي بس، والدوكيومنتيشن بقى وعيش حياتك. لكن دي نوعيه ابلكيشن على فكره بدا في مصر تحديدا، يعني اكتر من شركه بقى عندها تفكر في الموضوع ده. لكن برضو عشان اقول لك حاجه، الموضوع مكلف شويه، يعني عشان تعمل سيستم بالمنظر ده الموضوع برضو مكلف. ففي شركات بتقدم رجل وبتاخر رجل، بس هو كفكره لا مطلوبه، الرابطه اللي انت بتتكلم فيها دي لا مطلوبه. بس انا بقول لك زي ما قلت لك كده، لو انت بتشتغل ريفت والشركه شغاله ريفت، يعني لو شركه واحده شغاله على نوع واحد من السوفت ويرز، لا يبقى افضل للاي بي اي بتاع السوفت وير ده. طب لو الشركه بقى موديلز كتيره وسوفت ويرز كتيره ومفيش حاجه ثابته شغاله عليها، لا وقتها بقى هنبقى بنسحب الداتا من الاي اف سي. طيب هو ده الحل الامثل بتاعك. هل جال حضرتك قال حضرتك مثلا الكيس دي مع اوراكل برضو، هل يعني ولا هي نفس السيكونس بالظبط؟ انا جات لي مع مايكروسوفت سي ار ام. جات لي مع مايكروسوفت سي ار ام اللي انت بتتكلم، بس هي نفس الخطوات هتبقى هي اظن هي كده يعني. هي انا لما كنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ان اهميه البرمجه النهارده مع البيم مش في الاوتوميشن، لان خلاص الاوتوميشن، لو انت بتقول لي انا عايز اتعلم على قد الاوتوميشن ارسم شويه شيتس مش عارف او اوتوميت تاسكايا، في اقدر اقول لك في سكريبتات داينامو قد كده بتعمل لك القصه دي، فخلاص. فمش النقطه الباورفول هنا مش في الاوتوميشن، ولكن الباورفول هنا بيبقى في الداتا اكستراكشن والداتا انتر اوبيرابيلتي. دي الاهم. بالسي شارب بتعمل اوتوميشن وكل حاجه كويسه، بس بقول لك الليفل بتاع الاستخدام. فانت الريفت اي بي اي دوره ينتهي بما انك خدت منه عملت داتا اكستراكشن. بعد الداتا اكستراكشن دي تقدر بقى تروح سي ار ام، توديه ساب، توديه جافا، تطلب بس من الشركه يدوك الدوكيومنتيشن بتاع الاي بي اي اللي انت تشتغل عليه. بس طب اخر حاجه، اوراكل هيبقى معقد، يعني مش معقد، اوراكل هيبقى في حاجه تانية عشان غالبا اوراكل بيشتغل جافا. بس سؤال، هل ينفع في حاجه سيمبليفايد ان انا اطلعها حاجه زي فورمات اكسل، لان هو معظم الاي ار بي سيستمز كلها بتقبل الداتا اكسل اصلا؟ ينفع ده احد الحلول. بس في ناس يقول لك لا انت بقى لسه هتصدر لي اكسل وانا اروح اعمل امبورت للاكسل. الناس اللي او الشركات اللي بتطلب النوعيه دي من الابلكيشن او بتفكر فيها، هو قدر الامكان عايز يقلل عدد الخطوات. انا فاهم، بس يعني حاجه يعني انترميديت دلوقتي ينفع. يعني لا ينفع عادي هتصدر يبقى انت وقتها محتاج بالريفت ايه. وهنا بقى نقطه بقى، هو انا محتاج اصدر بس لو ريفت، محتاج اصدر ايه من الريفت؟ اصدر كل حاجه، فلازم وقتها بقى اتعامل على الفرد ريفت اي بي اي. ونقطه مهمه، لو كان الفايل بتاع الريفت اي بي اي حجمه كبير، الموضوع بتاع الكويريز اللي بيتم على الداتا موديل بتاعه الريفت ده موضوع مهم جدا، عشان ما تعملش كويري يبقى البرفورمانس بتاعها وحش وتاخد منك وقت كبير جدا وانت بترند الموديل، لان برضه البرفورمانس بيفرق بشكل كبير، خصوصا لو الموديل تقيل او لو الموديل فيه داتا كتيره. لكن الفكره اللي انت بتتكلم فيها دي فكره بوتنشال جدا، وناس كتير جدا يعني كانت بتتكلم فيها بقى لها فتره. يعني انا كنت قاعد ببحث عليها بقى لي فتره، وهي في شركات هنا في السعوديه اوريدي جايبه ناس من انجلترا بتحاول تعمل لهم فاندنج كار ان دي ديبارتمنت ان هم يربطوا البيم مودلز. والله انا شايف ان المجال يعني الديفلوبمنت مع الانجنييرنج، وجهه نظري بصراحه يعني، لو الشركات في مصر، ودي انا حاجه بقولها من خلال بيم ارابي اهو، لو الشركات والمكاتب في مصر بدات تجرب انها تستثمر في حاجه زي كده، تجيب ناس وتعلمها برمجه وتقيس الريزلت، قيس الريزلت بس. يعني شوف، يعني انت النهارده يوم قال لي عشان تروح تجيب يعني اقول لك على حاجه، في الادنز مثلا لما بنيجي نشتغل شغل ادن على 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 اوس ديسك او على تيكلا، طب ما انت ممكن تروح لتيكلا نفسها تقول لها اعملي ادن بيعمله، وروح لاوس ديسك تقول لها، بس هتاخد منها رقم كبير جدا، في حين ان انت لو عندك ناس يعني ناس فعلا كويسين ومستواهم كويس وانت استثمرت في تدريبهم في المجال ده، لا هيبقى الموضوع بالنسبه لك احسن لك كتير جدا. شكرا. تحت امرك. باشمهندس محمد شهاب. باشمهندس محمد شهاب. طيب في اي حد عنده سؤال بس يعمل راس هند؟ مش بس عمر ممكن اسال؟ طبعا اتفضل. شو سايمون؟ صح. اولا جزاكم الله خير كلكم على المجهود الرائع ده بصراحه. وكان بس لي حاجه كده شخصيه حصلت معايا، انا من تكلا للنابز اي اف سي على الاصدار القديم بيجيب الحاجات كامله كلها، وعلى الاصدار اي اف سي 4
بيفقد حاجات كتيرة في الـ في الـ في الموديل. هل ده عيب التكلا ولا عيب النابز؟ هو التكلا 2020 والنابز 2020. لا ده يعني دي النقطة اللي نتكلم فيها مع باشمهندس عمر. هو أنا لما صدر IFC 4 ولا صدر IFC 2.3؟ السبورت دلوقتي على كل برامج IFC 2.3. ممكن تكون السوفت وير اللي أنت بتصدر منه ما يكونش أبديتد للIFC 4، فبالتالي لما تيجي تصدر بيحصل فيه مشاكل. لكن أنا ما اشتغلتش على تصدير من التكلا قبل كده، فما أقدرش أفيدك في موضوع النقطة دي. ولكن كونك إنك أنت بتصدر IFC 2.3 بيشتغل وبتصدر وبينقل تمام التمام، يبقى كده الدنيا واضحة. كونك بقى إنك بتصدر IFC 4 فبيحصل لوس للداتا، فيبقى كده البرنامج فيه مشكلة في التصدير. ماشي، شكرا جزيلا. تمام، في اي حد عنده اسئله؟ لو حد عايز يبعت سؤال على الشات وعايز يسال صوت افضل. في سؤال بيسال ايه هو المجال الحقيقي لتطبيق البرمجه على البيم؟ يعني امثله كده على تطبيق البرمجه مع البيم. يعني كل يعني لو انت بتكلمني على مستوى الادنز مثلا، فانت بتتكلم الريفت ادنز كلها بتشتغل كلها ليها علاقه تطبيق برمجه مع البيم. لو بتتكلم في مجال زي اللي بنتكلم زي السي ار ام، السؤال اللي كان بيتسال من شويه، فانتجريشن ده تطبيق البرمجه في مجال البيم. لكن في نقطه بس احنا عايزين ناخد بالنا منها، واحنا بنطبق البرمجه مع البيم على انهي ليفل؟ احنا في مصر او في الدول العربيه بشكل عام تطبيقاتنا بتبقى محكومه بالسوفت ويرز اللي احنا شاريينها. ان احنا النهارده ما عندناش شركه زي اوتوديسك ولا شركه زي بنتلي تنتك سوفت وير، فما فيش. فانت بتشتغل يا اما كاستمايزيشن يا اما بتكستراكت الداتا من السوفت ويرز ديت. فده تطبيقات الربط. لو انت مثلا بتعمل ادين بتنقل من ريفت لايتابس او من ريفت لساب، ده تطبيقات البرمجه في المجال بتاع البيم. لو بنتكلم مثلا على فورج والكلاود، تطبيقات برمجه في مجال البيم على مستوى الكلاود كومبيوتنج والويب. فتطبيقات بيم وجي اس انتجريشن مثلا، ساعات لما انت بتكون عايز الداتا من جي اي اس سوفت وير للبيم موديل او من البيم موديل للجي اي اس، ما ده تطبيقات البرمجه باستخدام او تطبيقات البرمجه في المجال بتاع البي اي ام. يعني دي حاليا اللي موجوده واللي انت ممكن تشتغل فيها. لكن لو انت بتسالني لو انا عايز اشتغل في، لو في شركات مثلا بتعمل برامج زي ريفت وكده، لو ده معنى السؤال يعني، وعايز تطبيق زي ده، دي اجنبيه، ما فيش في مصر ولا الدول العربيه حاجه زي كده دلوقتي. تمام شمس. طيب في احد عنده اسئله؟ جزاكم الله كل خير يا استاذنا الفاضل، وان شاء الله باشمهندس مصطفى عامل لكم مفاجاه حلوه، مش عارف هو يحب يعلن عنها دلوقتي ولا في اخر محاضره. ماشي، لو نحب نعلن عنها دلوقتي للناس اللي يعني اللي مكمله معانا دول، وان شاء الله هيبقى في نسخ من الكورس بتاعت البيم ابلكيشن ديفلوبمنت، بنشرح بقى فيها الاي اف سي والاي اف سي ديفلوبمنت، بنشرح الاساسيات بتاعتها. يعني النسخ دي ان شاء الله هتكون مجانا وهتتوزع عن طريق بيم ارابيا بامر الله. بس بعد ما نخلص السيشنز اللي احنا الفايف سيشنز اللي احنا بنتكلم فيها، هنختار ناس، لسه معايير الاختيار هنحددها، بس ان شاء الله ناس من اللي حضروا معانا السيشنز هيحصلوا على النسخ دي مجانا، يعني بحيث انها تكون بدايه ليهم ان هم يبقوا انترستد ان هم عايزين يبداوا في المجال ده، ومحتاجين باكج كده تقدر تساعدهم عشان خاطر يبداوا في المجال ده. فان شاء الله يعني مع بيم ارابيا يكون بينا تعاون، هنقدم لكم ان شاء الله نسخ مجانيه من الموضوع ده. الله يكرمك يا باشمهندس مصطفى، وجزاكم الله خيرا، وشكرا على المحاضره. انا مبسوط ان فيها جزء كبير عملي ومفيده جدا يعني. الله يكرمك يا استاذ. الله يكرمك ان شاء الله، بس ربنا يبارك في حضرتك. شكرا جزيلا. انا حطيت السي في ان عشان الناس تعمل تسجيل للحضور. تمام، اكيد. وعايزين برضو اقتراحكم عشان نطور المحاضرات باذن الله. تمام يا باشمهندس، الف شكر يا باشمهندس. الله يكرمك يا باشمهندس. تحت امر حضرتك يا باشمهندس. مع السلامه.